إذا كما تعودتم آخر أخبار الطقس مع الزميلة سارة. صباح الخير سارة مجددا، البارح بشرتينا بالخير وفعلا اليوم الحمد لله الأمطار طيلة ليلة أمس وهي يعني تصب الحمد لله. جات الشوجة ولا الريح؟ بركوك صابيها أكثر حالة. صباح الخير عليكم. صباح الخير لكل مشاهدينا ولكل يوم يتابعوا فينا اللحظة. إذا كما شفنا أجواء باردة غير مستقرة همت كل المناطق الشمالية للوطن الحمد لله يا ربي، يعني شفنا أمطار كانت محليا معتبرة خاصة على الولايات الوسطى وحتى الشرقية للوطن، كانت مصحوبة ببرد في بعض الأحيان وأيضا رعود منعزلة خاصة كما قلنا على الولايات الوسطى وكذا الشرقية. أيضا كان هناك تساقط للثلوج على المرتفعات لفوق علوها 1000 و1200 متر، لكن خلال نهار اليوم إن شاء الله راح يزيد يهبط مستوى الثلج يعني حتى 800 متر على الولايات أو المرتفعات الوسطى ويقدر ينزل حتى 600 متر على المرتفعات الشرقية للوطن. إن شاء الله هذا الاضطراب الجوي راح يدوم إلى غاية نهار الغد بإذن الله. أيضا عندنا رياح راهي نوعا ما قوية تقدر توصل محليا حتى 70 كيلومتر في الساعة خاصة على الولايات الساحلية والقرب ساحلية. إذن على الأطلس الصحراوية أنا فقط عبور لبعض السحب، أما على مجمل المناطق الصحراوية فرح يبقى إن شاء الله الصفاء والأجواء المستقرة والمشمسة تميز كل من الجنوب الغربي الجنوب الشرقي وسط الصحراء وحتى أقصى الجنوب، دائما زوابع رملية إن شاء الله تنشط على كل من منطقة الواحات أيضا شمال الصحراء وفي وسط الصحراء. أيضا طبعا كما قلنا هذا راجع للرياح اللي هي من معتدله الى قويه نسبيا، وهذا الرمال راهي موسميه تقدر تؤدي في بعض الاحيان الى رداءة في الرؤيه. درجات الحراره القصوى ان شاء الله راح تزيد تعرف انخفاض محسوس، هذا راجع اشتقنا لنشرة تقولي فيها انه انخفضت درجة الحرارة. ولينا كنقولوا اجواء مستقرة مشمسة ولينا نزحفوا. صحيح. دوكا احنا فرحانين. الحمد لله يا ربي. اذا فيما يخص درجات الحرارة القصوى قلنا راح تزيد ان شاء الله تعرف انخفاض، طبعا هذا راجع للبروده ولتساقط الثلوج، على هذا ان شاء الله حيسجلوا على المدن الهضاب العليا 5 درجات فقط، انا 8 درجات الى 9 درجات على المناطق الداخليه الشرقيه الوسطى وحتى الغربيه بما فيها سقهرة ستارف بويره ميلا ايضا تيزي وزو ايضا الشلف المديه غليزان سيدي بلعباس وحتى معسكر وتلمسان، يعني نقدر نوصلوا حتى المناطق الداخليه او اقصى غرب البلاد. إذا على المناطق الساحلية عندنا 11 درجة على كل من عنابة وضواحيها، أيضا جزائر العاصمة وضواحيها 15 درجة على وهران مستغانم وحتى بني صاف. أما على الأطلس الصحراوي عندنا ما بين 14 حتى 15 درجة على كل من بشار شمال الصحراء كغرداية المنيعة زلفنا بريان حسيل فحل حتى حسيد اللاعة، و15 درجة على منطقة الواحات. بالجنوب عندنا من 20 حتى 21 درجة على مرتفعات الهجر وتسلي، 18 درجة على برج الحواس وحتى عينامنا، 19 وسط الصحراء نفس المقياس راح نشوفوا على الجنوب الغربي، 22 درجة على كل من تميمون كرزاز بولاية الدرار، و23 درجة كأعلى مقياس راح نشوفوا في أقصى الجنوب الملاحة والصيد البحري اللي نهى اليوم بإذن الله. البحر راح يكون من هائج إلى كثير الهياجين على طول السواحل الجزائرية لكن خاصة على السواحل الوسطى وأكثر السواحل الشرقية للوطن، وين شفنا أنه سرعة الرياح تقدر تتعدى محليا 70 كيلومتر في الساعة، مع سواحل الوسطى 50 كيلومتر في الساعة من تنس حتى المرسى بن مهيدي، دائما مرورا بكل من مستغانم وحتى وهران وبني صاف عندنا 40 كيلومتر في الساعة. فيما يخص اتجاه الرياح إن شاء الله فراح يكون الشمالي تماما أكثر. التفاصيل فيما يخص الوضعية الجوية لبداية هذا الأسبوع تابعوها في نشرتنا اللاحقة، وعودة إلى بلاتو المورنينغ. شكرا لك سارة. قولي لي الثلوج مازالها تتهاطل في الشريعة وتيك جدا؟ تبعنا تبعها الشيخ فرحات في النشرات ويقول لك. خلاص تبعوا مع الشيخ فرحات في النشرة المفصلة على الساعة 10 تماما. أنا أما أنتم مشاهدينا فقرات البرنامج لا تزال متواصلة معكم إلى غاية 11 صباحا، والآن عرض لأهم المواعيد السياسية والاقتصادية والثقافية لنهار اليوم في هذه الأجندة.
مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد وصباح الخير لكل من التحق بنا الآن. إذا خدماتنا وفقراتنا الخدماتية معكم إلى غاية الساعة 11، لكن آخر أخبار الصحف الجزائرية اليوم مع عقبة العربي بعد هذا الفاصل ونعود. صباح الخير عقبة. صباح الخير محمد. صباح الخير جهيدة. كالعادة السبت يغلب الطابع السياسي على الجرائد، وخالد نزار يغلب طبعا على وجهات الجرائد، وهو من طالع في صحيفة الشروق اليومي والتي نستهل بها فقرة بين السطور لهذا اليوم، حيث نقرأ في واجهتها: بومدين دافع عن ضباط فرنسا وإعدام شعباني غامض وعبان ليس خائنا. وهذا في الجزء الثاني لشهادات الجنرال المتقاعد خالد نزار، أبرزها عن التصحيح الثوري وانتقال الحكومة المؤقتة من القاهرة إلى تونس وحقائق عن مؤتمر الصمام. الجانب الاقتصادي أيضا كان حاضرا في واجهة الصحيفة: الدينار ينهار والحكومة تفكر في قانون مالية تكميلي لتجنب النزيف. ونقرأ في الموضوع عن قيام مخابر وزارة المالية باحتساب متوسط سعر البترول، كما ستفصل الوزارة ذاتها في قانون المالية التكميلي شهر مارس القادم، ويبقى سعر برميل البترول هو المتحكم في السعر المرجعي المعتمد من طرف الحكومة. نبقى في صحيفة الشروق اليومي، وفي عنوان فرعي نقرأ: 354 شكوى ضد سيدي سعيد بتهمة السب والإساءة للعمال. ونطالع في المقال أن نقابة عمال مجمع سون الغاز رفعت هي الأخرى نهاية الأسبوع المنصرم دعوى قضائية ضد الأمين العام للمركزية النقابية، إضافة إلى فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتلفظ بألفاظ غير لائقة، تضيف الصحيفة. إلى صحيفة أخرى: البلاد أنا والجيش مع قرارات الرئيس، هو العنوان الأبرز في تصريح للفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع وقائد الأركان. فقرة بين السطور اختارت مقالا آخر من الصحيفة يتعلق بالتنصت الهاتفي، حيث كشفت الجريدة عن شرط وجود أمر قضائي للتنصت على المكالمات الهاتفية، وهذا نقلا عن وزير العدل الذي حذر من التدخل في عمل القضاء. إلى صحيفة أخرى من الصحف الوطنية الصادرة هذا اليوم، صحيفة الحياة الجزائرية: الأسباب الحقيقية لعدم صدور الجزء الثاني من مذكرات الشاذلي. تنقل الصحيفة عن خلاف بين الناشر وكاتب المذكرات عبد العزيز أبو بكير. مسؤولو دار النشر نفوا أي تدخل للسلطة لمنع إصدار المذكرات بسبب ما تضمنته من معلومات وأسرار. نبقى دائما في الصحف الوطنية الصادرة هذا اليوم إلى صحيفة الفجر، وفي روبورتاج: إطارات مزيفة تحول حلم السكن إلى كابوس مرعب، حيث تسلط الصحيفة الضوء على عمليات تحايل إطارات مزيفين على عشرات الضحايا وسلبهم أموالا طائلة مقابل الحصول على سكن. والغريب أن بعض المحتالين موظفون في مؤسسات الدولة وكذلك عمال بسطاء. كما تطرقت الصحيفة إلى الفراغ القانوني الذي ينص على معاقبة المحتال ولا يحتم عليه إرجاع المبالغ المنهوبة. في صحيفة الخبر عنوان مثير: أطنان من الطماطم في المزبلة. الفلاحون في ولاية وادي سوف اضطروا حسب الكاتب إلى رمي كميات كبيرة من منتوج الطماطم التي أتلفت بعدما تكدست في مزارعهم مدة طويلة وبلغ سعرها 5 دنانير. والسبب حسب الكاتب دائما هو الاستراتيجية الغير ناجحة التي اعتمدتها وزارة التجارة أو مديرية التجارة في التسويق. هذا وتعرف ربما سعر الطماطم تحديدا ارتفاعا كبيرا في الأسواق الجزائرية، نتساءل فعلا عن هذه السياسة والاستراتيجية في جلب في تشجيع الصناعة المحلية ومنها في نقل هذه البضائع إلى الوسط أو إلى العاصمة.
نعم جميل. يعني حتى ربما أصحاب يعني المصانع الصناعات التحويلية كصناعة المصبرات في وقت ما يعني كان عندهم تفاقم، كان عندهم يعني انسداد في المنتوج تاع الطماطم، وبالتالي يعني شفنا أطنان تاع الطماطم ترمى في الأسواق في وقت تباع بأسعار خيالية في أسواق الوسط. نعم محمد، ربما سياسة تسويقية فقط ناجحة، ولو كانت يعني على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الخواص ربما يعني تكلف لا تكلفنا هذه الخسارة. صحيح. في طماطم وخاصة في بعض الولايات التي تعد ارتفاع جنوني يعني في وفي وقت يعالي فيه البترول ترتفع. نعم. فيه الطماطم. نعم نعم غريبة. نعم نبقى في الصحف، إلى الصحف الجهوية نستهلها من الوصل الصادرة من وهران. لجنة وزارية للنبش في ملفات التسير بمستشفى يوسف دمجري بتيارت. مصادر صحيفة قالت إن هذه هي المرة الأولى التي تسجل لجنة التحقيق العديد من النقائص في هذا المستشفى بعد تواطؤ اللجان الموفدة إليه سابقا. نبقى في الصحف الجهوية، صحيفة النصر من قسنطينة تكشف عن موعد تسليم الجسر العملاق قبل منتصف شهر أفريل المقبل. المجمع البرازيلي المكلف بالإنجاز استأنف المشروع بعد توقف لأزيد من 5 أشهر في جسر صالح الذي يربط الجهات الغربية والشمالية والجنوبية للمدينة. إلى صحيفة صوت الغرب، وفي عنوان مدون نقرأ مخدرات وكحول وسجائر بالوسط المدرسي. الصحيفة استندت إلى دراسة ميدانية أجراها مخبر علم الصيدلة والسموم بوهران التابع للمستشفى الجامعي، أثبتت أن 71% من العينة المشمولة بالدراسة يستهلكون القنب الهندي، في حين أن 10% مدمنون على الكحول و6% مستهلك أقراص مهلوسة. أما عن الدوافع فتشير الدراسة إلى أن 48% من التلاميذ يستهلكون هذه المسكرات أو المهلوسات للهروب من المشاكل، أما 19% فدافعهم هو إثبات النضوج. إلى صحيفة آخر ساعة التي تصدر من عنابة، خرجت بعنوان من أروقة العدالة، فضيحة تهز ولاية خنشلة والعدالة تصدر قرارا ضد الوالي. الصحيفة قالت إن بعض مصالح الولاية تسببت في خسارة قضية استرجاع 70 هكتارا من أملاك الدولة. الإعداد لتدخل عسكري في نقرأ في القدس العربية الصادرة من لندن، ونستهل بها جولتنا في الصحف الدولية. الأهداف المعلنة تأمين النفط ومواجهة تنظيم الدولة تقول الصحيفة، والتدخل سيكون بريا. ونقلا عن صحيفة لوفيغارو الفرنسية، لفتت القدس العربي إلى أن فرنسا تحاول جر دول شمال إفريقيا ودول الخليج وبريطانيا إلى صفها. نبقى في الصحف الدولية الصادرة لهذا اليوم، صحيفة الشرق الأوسط. نعم، استنفار داخل الجيش الجزائري بسبب تزايد نشاط التنظيمات المتطرفة. الملفت للنظر في مقال صحيفة الشرق الأوسط هو خبر التحقيق مع 20 فتاة بشبهة التحضير للالتحاق بتنظيم الدولة الإرهابية في ليبيا. الصحيفة نقلت عن محام جزائري قالت أنه رفض الكشف عن اسمه أن قاضي التحقيق في بومرداس استمع الأربعاء الماضي إلى 20 امرأة اعتقلن لضروعهن في أنشطة إرهابية، وورد في ملف التحقيق أنهن كن على اتصال بمتشددين من داعش في ليبيا بهدف الالتحاق بصفوفهم، إضافة إلى اختفاء 3 فتيات من شرق العاصمة يتواجدن حاليا في ليبيا. إلى صحف الناطقة باللغة الفرنسية، لوسوار دالجري الناطقة بالفرنسية سلطت الضوء على جريمة القتل التي هزت ولاية عين الدفلة، والتي أدت إلى مقتل إمام بعد صلاة المغرب مباشرة من طرف أحد الأشخاص، التي تشير أولى نتائج التحقيقات أنه كان تحت تأثير المهلوسات. الحادثة خلفت تضامنا كبيرا مع الإمام قبل مفارقته الحياة بحملة للتبرع بالدم من طرف السكان، وكذلك زيارة والي الولاية للمستشفى. ذريعة لجدل جديد، عنوان فرعي في صحيفة ليبرتي تزامنا مع ذكرى عودة الرئيس الأسبق الراحل محمد بوضياف إلى الجزائر.
بعد 24 سنة من عودته وهو أحد زعماء الثورة التحريرية، تقول الصحيفة توجه ذكراه بتزامنها مع وفاة الزعيم الراحل آية أحمد هذا العام في سياق شخصي لتثير جدلا جديدا قد يكون صحيحا بين قوسين تضعه الصحيفة حول اقتراح آية أحمد لتسلم زمام السلطة عام 1992. كما سلطت صحيفة الضوء على مقارنة بين ظروف الرجلين حول زعامة المرحلة التي وصفتها الصحيفة بالصعبة. الآن مشاهدينا الكرام، من أقلام الصحافة إلى أقلام الرصاص والرسوم الكاريكاتورية والتي تكون في أغلب أحيان غير متحفظة. مورنينغ ويكند متواصل مع جهيدة ومحمد. شكرا لك عقبة، نلتقيك في فقرات لاحقة. أما أنتم مشاهدينا، شروق مورنينغ ويكند لا يزال متواصل معكم إلى غاية 11 صباحا. صباح الخير لكل من التحق بنا اللحظة. هي الشتاء، أمطار البركة هي جهيدة، انتظرها الكثير من الفلاحين وأيضا الجزائريين الذين اشتاقوا إلى رؤية الأمطار عبر شوارع الجزائر. قبل أن نمر إلى الفقرة الموالية، هذا تذكير بأهم المواعيد السياسية والاقتصادية والثقافية لنهار اليوم وما أكثرها يا جهيدة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. إذا نستكمل فقرات الشروق مورنينغ ويكاند في انتظار بدء نقاشنا السياسي، نقاشنا عن الجزائر العميقة وكل ما تسخر به من موروث مادي ولا مادي مع الزميلة نادية محرز. صباح الخير نادية. صباح الخير جهيدة. صباح الخير محمد. إذا نهاية أسبوع موفقة. شكرا. إن شاء الله إن شاء الله. باش البداية حتكون؟ حتكون من دائرة برج بجي مختار إن شاء الله. إذن مواضيع ثرية ومتنوعة اليوم في حقيبة المجلة المحلية راح تعرفوا عليها الآن. إذن صباحكم سعيدة مشاهدينا الكرام إلى فقرة المجلة المحلية لنهار اليوم والتي نستهلها من دائرة برج بجي مختار، أين شدد مربو الإبل والأغنام هناك على ضرورة تصنيف ثروتهم الحيوانية كثروة وطنية قصد تمكينهم من الاستفادة من الدعم الذي تخصصه الدولة لهذا النشاط، فضلا عن تسهيل حرية تنقلهم في المناطق التي تعرف نشاطا رعويا. المزيد في تقرير مراسلنا من برج بجي مختار علي غنامي. بالرغم من تمويلهم لثلاث ولايات باللحوم الحمراء حسب تصريحاتهم، إلا أن هذا لم يشفع لمربي الماشية ببرج بجي مختار في تصنيف حيواناتهم كثروة وطنية. برج مختار هذه المنطقة التي تتميز بالثروة الحيوانية المتنوعة كالإبل والغنم، وتعتبر المنطقة التي تمول ثلاثة ولايات باللحوم الحمراء، لكن وللأسف الشديد إلى يومنا هذا لم تصنف الثروة الحيوانية ضمن الثروة الوطنية.
المربون هنا يتساءلون كيف يصنف النحل والدجاج ولا تصنف حيواناتهم. للأسف شديد الأسف على كما ذكر الأخ محمد على أن الدولة على أن وزارة الفلاحة لم تصنف لحد الآن هذه الثروة الهائلة، لم تصنفها كما صنفت هنا مثلا في الشمال الجزائري يصنفون النحل، النحل والله مصنف، الدجاج أي شيء، لكن الثروة الحيوانية أبو برج باجي مختار نتأسف لحد الآن لم تصنف ضمن الثروة الحيوانية المتواجدة في الوطن. كما أكدوا أنهم قدموا عدة عرائض لوزارة الفلاحة بخصوص تصنيف ثروتهم إلا أنهم لم يتلقوا أي رد. ومرارا وتكرارا قدمنا عرائض موجهة إلى وزارة الفلاحة لكن لا حياة من دونها. المربون ببرج باج مختار أكدوا على جزائريتهم وجزائرية ثروتهم. نحن جزائريين وحيواننا جزائري 100%، ليست له أي علاقة لا من بعيد ولا بقريب بما سموه يعني السوداون أو السودان، هذا التسمية غريبة عنا ولم نعرف لها من أين أتت، واش من قاموس جابوها. وإلى أن ينظر في مطالب المربين هنا يبقون يشدون الرحال بحثا عن حل لمشكلتهم. إذن مشاهدينا الكرام، للوقوف أكثر على الانشغالات المطروحة من قبل مربي الإبل في برج باجي مختار نربط الاتصال مباشرة مع مراسلنا من هناك علي غنامي. صباح الخير علي غنامي. صباح الخير زميلتي نبيلة وصباح الخير لمتابعي شروق نيوز. صباح النور. بداية علي غنامي، يطالب موالو منطقة برج باجي مختار بتصنيف مواشيهم كثروة وطنية، هل من تفسير لموقف وزارة الفلاحة الرافض لمطلبهم؟ نعم زميلتي، منذ 1996 وموالي الماشية ببرج باجي مختار يراسلون وزارة الفلاحة، ولقد كرروا العملية حسب تصريحاتهم أي المراسلة سنوات 2004 و2008، لكن حسب تعبيرهم لا حياة لمن تنادي. هذا التقاعس يرجعه الكثير هنا من المربين إلى عدم الإلمام بأهمية هذه الثروة الحيوانية الهائلة وتنميتها من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، وإلا كيف تنمى وتدعم قطاعات أخرى بالوزارات أقل أهمية عن الثروة الحيوانية ببرج باجي مختار. نعم زميلتي، لكن المعروف أن الحدود المفتوحة على دول جنوب الصحراء تسمح بتنقل الكثير من السلالات إلى الجزائر، وبالتالي يمكن أن تكون مصالح الوزارة على حق. نعم زميلة النادية، المعروف عن سكان الصحراء أي الرجال الزرق لا يقبلون باختلاط الأنساب ولا السلالات لماشيتهم. زميلتي، الحدود معروفة ومسطرة، والموالون يتحدثون كما سمعتم عن ماشية وثروة جزائرية كجزائريتهم، لا يمكن أن تختلط ولا تتشابه مع السلالات الأخرى إلا إذا تشابه أهلها بها، ولحماية أيضا هذه الثروة والسلالة لا يمكن إلا أن تصنفها الوزارة المختصة كثروة حيوانية وطنية للاستفادة مما يستفاد به غيرها من بالامتيازات مثلا الموجهة للدعم والثروة الحيوانية. نعم علي غنامي، ونحن نأمل ذلك. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إذن جيدة محمد، حجم الثروة ربما الحيوانية التي تسخر بها بلدية دائرة برج باجي مختار تفرض فعلا على السلطات تصنيفها كثروة حيوانية حتى تستفيد من الدعم الفلاحي بمعية مناطق الجنوب الأخرى. نعم، خاصة أن دائرة برج باجي مختار هي اللي تمول ثلاث ولايات أدرار وثمن راس وبشار، يعني أقصى الجنوب، كل الجنوب الواسع. وأيضا محمد، لما تقول الدولة أنه أنا نحن يعني أعلننا حالة التقشف، ولما سلالي يروح البسكرة ويعقدوا ثلاثية مع الباترونة والنقابات ويشجعوا الاستثمار، نعم، المحلي، فهذا يدخل من باب تشجيع الاستثمار المحلي. نعم بالفعل. أيضا يعني جهدة، كان في إحدى الفترات كان في حديث كبير عن عملية استيراد اللحوم من السودان، في وقت أنه الخروف يعني في برج باجي مختار لا يقل جودة عن الخروف، صحيح، السوداني، ككل مرة في انتظار الاهتمام التفاتة السلطات. نعم محمد، إذن من برج باجي مختار إلى تيارة أين يحتضن مركز تربية الخيول شوشاوة أزيد من 200 حصان وفرس من مختلف السلالات، تستقطب العديد من السياح سنويا، إلا أن طريقة التسيير الحالية للمركز لا تشجع استمراره في تربية الخيول في ظل نقص الإمكانيات التي من شأنها بعث نشاط المركز وإعادة الاعتبار له. مراسلنا من تيارة سليمان بوداليا زار حظيرة شوشوة لتربية الخيول وبعث لنا بالتالي. مركز تربية الخيول شوشوة بتيار أحد أهم مرابض الخيل في الوطن، إن لم يكن أهمها على الإطلاق،
بما يتوفر عليه من الأجناس. مركز من أقدم المراكز الموجودة بالجزائر، تأسس سنة 1877 من طرف المستعمر الفرنسي، المجموع الكلي 237 رأس، منها الأغلبية عربية أصيلة. للمركز طموح في تنمية سلالة جديدة تم استيرادها حديثا. سكون ابيل شوفو دو سيل، السلالة هذه راهي غير كي بدات تنشأ، يعني عند صيت عالي في ميدان القفز على الحواجز. الخيول المولودة في المركز تباع بالطريقة المتعارف عليها. نتجو 50 إلى 60 مهر في العام، نقدموهم للبيع. نديروا البيع بالمزاد العلني هنا في المؤسسة. الناس تجي ان بو بارتو. لي جون كونسيرني دو شوفو دو كورس، خاطش حنا كي نبيعوا الأحصنة العربية الأصيلة المخصصة للسباقات. ولكل حصان مهمته حسب أصله. عندنا سلالة البربري، الحصان البربري. حصان البربري هذا ليش مختص؟ مختص للقفز على الحواجز ولا الفانتازيا. العربي البربري كذلك مختص للقفز على الحواجز والفانتازيا. عندنا العربي الإنجليزي اللي هو مختص كما راكم تشوفوا هنايا، هذا الأحصنة اللي راهي أمامكم، هذا الأحصنة مخصصة للقوة والتحمل. ان فرونسي لاندورانس. رغم أن المركز معلم ومقصد للزوار، لكن غياب المرافق وسياسة الاستقطاب السياحي تجعله يعتمد على مبيعاته من الأمهار فقط، وهو ما لا يطمئن على حالته المادية. مشكل التسويق راه كبير، والإعانة يعني شوية راهي، رانا نعيشوا في محيط شوية راه ماهوش كيما نبغوه. مستقبل المركز مرهون بالتغييرات التي تنوي وزارة الفلاحة استحداثها كإلحاق التسيير بالمديرية العامة لديوان تربية الخيول، وهو ما سيوجد الحلول لعدة مشاكل. إذن مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء على هذا الموقع الأثري ذو القيمة التاريخية الكبيرة، نربط الاتصال مباشرة عبر الهاتف مع مراسلنا من تيارة سليمان بوداليا. صباح الخير سليمان. صباح النور. بداية سليمان، نقلت في تقريرك وضعية صعبة لمركز تربية الخيول بتيارة. هذه الوضعية تدوم منذ سنوات والسلطات لم تحرك ساكنا. لماذا لا تبحث إدارة المركز عن بدائل إنعاش نشاط هذا المركز؟ الحقيقة الوضع القانوني للمركز تربية الخيول بتيارة على اعتباره مزرعة نموذجية يجعله مقيد قانونا، وبالتالي لا تستطيع الإدارة أحد آخر التحرك إلا بتغيير صفة المركز. وهذا ما يبدو أن هناك الآن جدية في تغيير هذا الوضع. منذ أيام سمعت أن المركز سيحول تسييره إلى هيئة أخرى، وبالتالي أكيد هناك سيحدث تغيير. نعم سليمان، نحن نأمل أن يعاد الاعتبار لذلك، لكن ما موقف المجتمع المدني؟ وهل توجد ربما فكرة لإنشاء جمعية أصدقاء مركز تربية الخيول تتولى الاتصال في الضغط على السلطات للاهتمام بهذا المركز؟ من حيث قيمة المركز لدى المجتمع، هناك فعلا يعني اهتمام شعبي بالمركز والحرص على تحويله كقبلة سياحية، بدل أن يكون الآن فقط مركزا للحيوانات وحضور المواطن محدود أو غير مؤطر، يعني لا اجتماعيا ولا ماليا. ولكن فكرة جمعية هذه لم أسمع بها على كل حال. نعم سليمان بوداليا مراسلنا من تيارة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إذن كما شفنا مركز شوشو عنده قيمة تاريخية كبيرة، هو مجعل السلطات ربما تصنفه ضمن المواقع الأثرية الجزائرية سنة 1995. وأيضا أثار يعني لكل من يريد استكشاف عالم الخيول العربية والأصيلة يتوجه إلى مركز شوشو حتى يتعرف على الكنوز. يعني جهيدة هناك. جهيدة يعني غاصت في التقرير، وقالت أنه لما كانت صغيرة مارست رياضة. تعرفي نادية ومحمد وربما المشاهد الكريم، صوت وردة الجزائرية ماذا كان يلقب؟ كان يلقب بصوت الحصان الجامح.
الحصان عنده صهيله، وكانوا يلقبوها يقولوا كان صوتها مثل الحصان الجامح الذي روضه بليغ حمدي، بقوة الحصان بقوة الحصان. نعم، نتمنى أن فعلا أن تصنف هذه الغابة غابة شوشاو كموقع نعم أثري بالفعل. إذا من شوشاو نروحوا من شوشاوة إلى بسكرة، أين تنتعش السياحة الحموية على مدار العام بتوافد جموع الزوار الباحثين عن الراحة النفسية وكذا الطامعين في العلاج الطبيعي في الحمامات المعدنية أو الحمامات الرملية من خلال ما يعرف بالردم في عز صيف حارق. فمن أشهر المنتجعات الحموية المعدنية التي تزخر بها الولاية حمام الصالحين الذي يعتبر مقصدا للذين يبحثون عن مرافق للتداوي والاستجمام والراحة. التقرير لمراسلنا من بسكرة حكيم عماري. إلى جانب باقي أنواع السياحات ببسكرة، تعد الحمامات المعدنية رافدا هاما من روافد السياحة الحموية. عندنا ثلاثة مركب حمام الصالحين ابتدى يستغلالهم 1976، حمام البركة على مستوى الحاجب، وعندنا حمام مركب الاستجمام والراحة الروضة. العلاج التقليدي هو هدف الزوار إلى الحمامات، أما حمام الصالحين فينفرد بتقديم العلاج الطبي. حمام الصالحين فإنه مستغل فيه جميع سواء علاج تقليدي والعلاجات المرضية، أما بالنسبة حمام الحاجة فهو حمام تقليدي، بالنسبة لحمام الروضة فبه حمامات تقليدية فردية وإلى إضافة إلى المسابح، غير أنه مغلق بسبب إتمام أشغال المحطة المعالجة. ترى ما هي الأمراض التي يمكن علاجها في حمام الصالحين؟ جينا ليزانديكاسيون ثيرابيتيك اللي هما عندنا الامراض الروماتيزم والامراض الجلديه والامراض الجهاز التنفسي. اما طريقه العلاج فعندنا زوج مصالح، عندنا مصلحه سكون ابل لاكوا سي دير توسكي بان اي تو او، وعندنا مصلحه لا فيزيوثيرابي اللي هي الرياضه. التداوي بالرمال او ما يعرف بالحمامات الرمليه يحدث في عز الصيف الحارق، والاستثمار في هذا المجال ممكن. بالنسبة للاستثمار في مجال الحمامات الرملية، خصت الدولة منطقة توسع سياحي الحاجب التي سوف تستقبل مشروع متكامل يتكون من فندق، من مركز للتداوي بالرمال مع كل المرافق التي تتبعها. السياحة الحموية ببسكرة تعرف تطورا كبيرا، وتطوير المرافق والخدمات من اهتمامات إدارة مركب حمام الصالحين. المركب يشهد عديد التغييرات وذلك بإدخال عليه مشروع تجهيزه وإعادة هيكلة المرافق، جميع المرافق الموجودة فيه، بداية بالفندق الكبير وكذلك الحمامات التقليدية ومصلحة العلاج، إلى ذلك إنشاء مركز تجاري. قديما جاء في الأثر آخر العلاج الكي، والكي في الحمامات المعدنية يعني الاستمتاع بمياه ساخنة. إذن مشاهدينا الكرام، من بسكرة إلى جيجل الآن، المعروفة بإنتاجها لأجود أنواع زيت الزيتون العصرية منها والتقليدية. فعلى ذكر الزيوت التقليدية، تشتهر الولاية بزيت يطلق عليه زيت العروس نظرا لقيمته الكبيرة في أعراف المنطقة. فهو الزيت الذي يصنع بطريقة تقليدية فيها من القوة والصبر والحكمة الكثير، إلى أن العقود الأخيرة كانت كفيلة بأن تتراجع هذه التقاليد أمام الآلة لأسباب مختلفة وظروف تعيش الأرياف، فلم تعد تكسن ولا ستارة عنوانا لزيت العروس. يقول مراسلنا من جيجل صالح عميرة. يسمى بمنطقة جيجل زيت العروس، وما الاسم إلا دليل عن قيمته في تقاليد وأعراف المنطقة. يستخرج بطريقة تقليدية ويمر بمراحل طويلة ومعقدة. زيت العروس هذا سماوه مش البليشار، سما غالي عندهم، وحنا كيما ذكو حل العروس هذا هو متلوه بالعروس. زيت العروس يخدموه في هذاك زيت الرجل، يخليوا العجين يباس في الحفره هذيك، وصباح ينقعوا من الزيت هذاك هو زيت العروس. هذه حفره كانت تستعمل في انتاج زيت يقال عنه انه الاغلى على الاطلاق، وهذه اواني من عهود غابره انتهت الى هذه الحال، فقد انهت الاله اخيرا كل شيء. الجيل هذا الدروكس هذا ما يعرفوش يخدموا الزيت هذاك، بابوسيب دروك النساء اللي دروك تروح تدخل تحبك الزيتون وتديها لبرا
وتسوكوا فيما وتجيبوا، هاي ما كاينش مادام مرض يسكر هذوك، هاي ما كاينش هذوك تروطار الله يرحم. تكسنا وسطارة أهم منطقتين اشتهرتا بالزيت التقليدي في العقود الماضية. أصبح زيت العروس بها رائحة ماضلة أكثر بعد الهجرة الجماعية التي عرفتها الأرياف في نهاية القرن الماضي. تانك الريف فارغ ودي ودي كانوا فيه راحوا للبلدان سيفيليزاو، هذا ما يخدموا الشيء هذا، هذا ما كان. ومن الندرة أصبح هذا النوع من الزيت بثمن الذهب. نورمال مون سورتو نتاع الرجل يعني من 150 ل 200 قليل عليه، قليل عليه. إذا راح تسال 150 تحسبوه بلاي سي يحسبوه كيما دوك جيت ستارة والآخر يخدموه يديروا 150 160 ألف. تراجع زيت العروس وبقيت العروس أميرة بتاج وصولجان، فهل يعود زيتها أم أن التقاليد من حيث ذهبت لا تعود؟ دني المعرفة المزيد حول أسباب تراجع هذا النوع من الزيوت. نربط الاتصال مباشرة مع مراسلنا من جيجل صالح أميرة. صباح الخير صالح. صباح الخير نادية وتحية لضيوفك ولكل متابعي قناة الشروق نيوز. شكرا لك صالح. إذا بداية، سير الطرق التقليدية لصناعة زيت الزيتون نحو الانقراض يطرح معه انقراض تقاليد عريقة، لماذا لا تتحرك السلطات لإحياء هذا الموروث عن طريق التكوين مثلا؟ والله أعتقد أنه لا يمكن أن نحيي تقاليد مثل هذه داخل أسوار المدن. فولاية جيجل كما هو معروف بقيت بأرياف خالية، يعني أنه حتى محاولة إحياء هذه التقاليد فيها غير ممكن، ربما بالضبط العكس فيما حدث بالنسبة لصناعة الفخار مثلا الذي عرف في السنوات الأخيرة أرقام قياسية في عدد الحرفيين تجاوزت 300 حرفي. صالح، لكن ذكرت في تقريرك أن الهجرة الجماعية للقرى والمداشر كانت ربما هي السبب في تراجع إنتاج زيت الزيتون بالطرق التقليدية، ألا ترى بأن الماكينة ودخول الوسائل العصرية التي تكفي الكم لها جانب من المسؤولية حسبك؟ أكيد والله سكان الأرياف قد يكون السبب الأول في الهجرة، بالتأكيد جعلت الوسائل المستعملة مثلا كالجابية وهي الحفرة التي يعجن فيها الزيتون ووسائل أخرى بعضها نعرفها وقد بعض الأخر لا نعرفه، ولكن أكيد نبي أن للآلة دور كبير في تراجع الطرق التقليدية، خاصة وأن الاستثمار في معصر الزيتون في السنوات الماضية بين الجيجل كان كبيرا إلى درجة أنه أصبح موضة في وقت ما في إطار مختلف صيغ الدعم التي استفاد منها الفلاحون من وكالات لونتاج ولونجام وغيرها. نعم صالح أميرة مراسلنا من ولاية جيجل، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إذا غير بعيد عن جيجل مشاهدينا الكرام ننتقل بكم إلى بجاية، أين نختم بهذا البورتري الذي يسلط الضوء على الإبداع الشبابي في الولاية. كريم زيدان واحد من الفنانين الشباب الذين أبدعوا في تصميم الديكور الداخلي والخارجي بلمسات جمالية وفنية جزائرية، فهي الحرفة التي استغل فيها كريم طاقاته الإبداعية رغم الصعاب، معتمدا بذلك على أدوات جد بسيطة في وضع صور الماضي بين أيادي الحاضر. ففي هذا البورتري الذي أعده مراسلنا من بجاية هواري عزوز سنعرض لكم مجسمات مصورة بعدسة كاميرا الشروق اختصرت من ورائها حكايات لآلاف الكلمات يحاكي من خلالها مختلف الحقبات، لنتابعها. إذا محمد وجاهد، شيء جميل أن نرى يعني شباب مثل كريم يبدعون يعني في عز التقشف، يعني لقوا وسيلة لكسب قوتهم ورزقهم. هذه ربما المواهب اللي من المفروض على السلطات يعني أنها دعمهم لا حتى يعني توصلهم ليواصلوا عملهم وإبداعهم أيضا. أستاذ فارس مصدرة ويضحك، لازم تدعمهم الدولة. أكيد. نعم. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا آخر موضوع نختم به فقرة المجلة المحلية لنهار اليوم. عودة إلى محمد وجهيدة لتتمة باقي فقرات شروق مورنينج ويكند. شكرا لك نادية، نلتقي بك الأسبوع المقبل مع جولة جديدة من الروبورتاجات والبورتريهات من مختلف ولايات الجزائر العميقة. أما أنتم مشاهدينا
صباح الخير لكل من التحق بنا لحظة. البرنامج يتواصل معكم إلى غاية 11 صباحا. الحديث بعد قليل سيكون ذو شق اقتصادي والأزمة التي تعيشها الجزائر بعد الانهيار المفاجئ أو الانهيار المفاجئ نعم لأسعار النفط، لكن بعد هذا الفاصل ونعود. المشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد. إذن كما بات معلوم لدى الخاص قبل العام في البلاد انهيار أسعار البترول وانهياره لدرجة لم تسقفها الحكومة. كان سعر البترول 37 في قانون المالية حسب ما ضبطت، اليوم ينزل السعر إلى 20 دولار. الدولة والحكومة في مواجهة أزمة كبيرة، كيف ستخرج منها؟ لمناقشة هذا الموضوع عن تداعياته وعن احتمال وجود قانون مالية تكميلي لسنة 2016 نسعد باستضافة الخبير الاقتصادي فارس مصدور. صباح الخير أستاذ، وشكرا لحضورك معنا في الصبيحة الشتوية الباردة. ما شاء الله أدامها الله علينا. إن شاء الله يعني بعد دعوات وصلاة استسقاء. والله يا ربي عالم، يوم الجمعة يوم أمس كان الدعاء يعني من القلب ومن الصميم أن يغيث الله عز وجل الجزائر، وأسأل الله العظيم أن يغيثها جميعا حتى نخرج من هذا الضيق وهذا الحرج الذي نحن فيه. انتظار أن نخرج من ضيق الأزمة البترولية. أستاذ فارس مصدور، بعد الانهيار الأسعار تحت السعر المرجع اللي حددته الحكومة في قانون المالية 2016 المحدد ب 37 دولار للبرميل، البترول ينزل إلى أقل من ذلك، هل نحن أمام حتمية اللجوء إلى قانون مالية تكميلي؟ والله مؤكد قانون مالية تكميلي كان مبرمج أن يكون خلال قبل السداسي، نهاية السداسي الأول، نظرا لأن الأسعار انخفضت إلى أقل مما كان متوقعا، وأنتم تعلمون بأن السعر المرجعي كان سعرا أريحيا في مرحلة من المراحل. الآن نحن أمام أزمة خطيرة نتيجة الصراع أو النزاع الموجود ما بين المملكة العربية السعودية ومن إيران، وما يحدث في اليمن وما يحدث في العراق وغيرها من دول، وخاصة هذا التنظيم الإرهابي الذي دمر الحياة الاقتصادية للمجتمعات العربية والبلدان كانت مصدرة في وقت طبعًا ما طبعًا لها الريادة في البترول. نعم، مثل ليبيا. لكن لابد أن لا ننسى بأنه نحن من أخطأنا عندما ركزنا على سعر البرميل، نحن من أخطأنا عندما ركزنا مخططاتنا الاقتصادية على برميل النفط، ونحن نعلم وندرك تماما بأن برميل النفط أنا نسميه البرميل المجنون، تارة نراه في 120 وتارة نراه في 29، وبالتالي هذا التذبذب السريع والمفاجئ في أسعار المحروقات كان يفترض أن يكون درسا لنا. نحن جمعنا وعبأنا ما يفوق الألف مليار دولار، ماذا فعلنا بالألف مليار دولار للخروج من تبعية المحروقات؟ اقتصادنا أختي الكريمة لنثبت بالعلم وليس بالكلام فقط بأنه لدى العالم بكامله 40 مليون هكتار فلاحة، أرض فلاحية ذات الجودة العالية، رقم واحد في العالم. أتعلمون بأن العالم بأجمعه يتقاسم 8 مليون هكتار، 32 من هذه الـ40 مليون موجودة في الجزائر، 3 مليون هكتار منها تدر على أمريكا في منطقة كاليفورنيا 600 مليار دولار، 10 مرات أضعف ما كنا نجنيه من المحروقات. نحن لدينا 32 مليون هكتار، يجب أن نخرج من تبعية المحروقات سريعا بقوة استراتيجية وتخطيط 20 سنة ليكون القطاع الفلاحي بديلا عن قطاع المحروقات. طيب احنا اليوم امام حقيقة، نعم، في انهيار كبير لاسعار البترول وفي مرتقب انه تنخفض اقل من 20، احنا امام مواجهة تقشف وهذه ظاهرة عالمية، لكن نحكيو على البلاد اليوم. نعم، الحكومة صادقت على قانون المالية وسقفته ب 37، اليوم أقل من 20، ماذا تبقى لنا من هوامش بديلة؟ ما هي هوامش المناورة الموجودة اليوم بالنسبة للحكومة؟ هو أن تكون لدينا خطة استثمار قوية، أن نفتح مجال الاستثمار للمحلي وللأجنبي، أن تكون الجزائر جنة ضريبية، أن يأتيها الناس من كل أنحاء العالم فيستثمرون فيها مثل ما فعل الآخرون. لا، عندك استراتيجية على المدى القصير،
لتفادي الأزمة الخطيرة يعني والضغط الرهيب على المجتمع، ونحن نخاف من الانفجارات الاجتماعية التي نراها في كل وقت وحين. تعتبر هذا السيناريو 2011. نعم، السيناريو الثاني هو أن يكون مخطط للأجل المتوسط ثم خطط بعيدة المدى. لكن الآن يجب أن نقول للعالم نحن منفتحون عليكم جميعا، تعالوا واستثمروا في الجزائر في القطاع الفلاحي بالدرجة الأولى، لأن لدينا إمكانات رهيبة. إسبانيا لديها 1.6 مليون هكتار من هذه الأراضي التي أتحدث عنها، تدر عليها في السنة 400 مليار دولار. نحن لدينا 32 مليون هكتار، نقول للعالم تعالوا وتشاركوا معنا من أجل أن تطعموا أنفسكم ونطعم أنفسنا. أنت لديك الآن إمكانية سريعة للخروج من الأزمة، لماذا لا تستغلها؟ لديك إمكانية لتطوير القطاع السياحي على الأقل على المدى القصير بإمكانات الجزائر الطبيعية دون أن تبني هياكل ولا محزنون. الناس الآن تبحث عن السياحة الراقية الطبيعية دون مدخلات حضارية أو دون مدخلات صناعية، يعني دون فنادق سبع نجوم وغيرها. يمكن أنا أقول لك إن يعني المبيت في الخيم بالنسبة لهم أمر عظيم. أنت لا تحتاج إلى الفندقة، أنت تحتاج إلى مكان آمن، إلى مكان طبيعي، إلى أماكن يعني جاذبة وجالبة لهؤلاء السياح من أجل أن تدر على ميزانية الدولة موارد إضافية. نعم، ربما في انتظار أنه يتم وضع مخططات قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى. احنا نتحدث على الفترة الحالية، يعني منا إلى غاية مارس ربما سيتم الشروع في العمل بقانون المالية التكميلي لسنة 2016. لكن احنا نتسأل هل استمرار انخفاض أسعار النفط سيؤثر ربما على المصاريف أو على ما تستهلكه الجزائريون أو ما تدعم به الحكومة المنتجات الأساسية الجزائرية؟ هذا مؤكد، لأن صندوق ضبط الموارد استهلك منه وسيستهلك قبل نهاية السنة. لديك فقط بند الموارد من العملة الصعبة أو الاحتياطي من العملة الصعبة الذي صرح محافظ بنك الجزائر بأنه فيه 152 مليار دولار، هذا سيستهلك منه أيضا لأنك مجبر على أن تلجأ إليه لتغطية هذه العجوزات الكبيرة التي سنعرفها. لكن الذي يعني تحدثنا عنه العقلانية الاقتصادية أن تأخذ كما معتبرا من هذه الاحتياطات وتستثمرها في قطاع معين محدد بذاته. مثلا أنا أرى بأنه 50 مليار دولار تضخ في قطاع الفلاحة سيكون لها النتيجة السريعة. احنا عندنا فلاحين ما يشتغلوش، الشباب ما يشتغلش قطاع الفلاحة. أنا أتحدث عن الفلاح الجزائري وأتحدث عن الشراكة الأجنبية. الصينيون في أمس الحاجة إلى أن يطعموا 1.4 مليار صيني، وأنت لديك الإمكانية لتطعمهم، تعالوا وتشاركوا معنا. عندنا الإمكانية لذلك، عوض أن نستغل الصينيين في غرس العمارات نستغلهم في غرس الأرض الجزائرية. طيب أستاذ فارس مزدور، للتو كنت تتحدث عن الشراكة وتشجيع الشراكة الأجنبية واستقطابهم للجزائر، لكن كنت أول من عارض المادة 66 وقانون المالية. نعم، أنا أعارضها لأنها بيع للمؤسسات يعني العمومية في تناقض. المادة 66 هي مادة غامضة لم تحدد نوع المؤسسات التي يتم بيعها او التنازل عن ثلثيها. لكن احنا في أزمة لتو كنت تتحدث عن هذه الأزمة الخطيرة. نعم، الدولة فتحت الشراكة. ممتاز، ماهوش مشكل. المادة 66 لم تتكلم عن الشراكة، إنما تكلمت عن بيع التنازل عن ثلثي المؤسسات العمومية للقطاع الخاص. ونحن نرى بأن القطاع الخاص في الجزائر فيه جانب عقلاني ورشيد، ولكن فيه جانب مافيوي. أنا لا أريد للقطاع الخاص أن يسيطر بطرق فساد رهيبة على مؤسساتنا العمومية. لقد بيعت مؤسسات الجزائر التي ضحى من أجلها الملايين، وفقدنا مئات الألف من الناس في فترة التسعينات عن طريق البيع بالدينار الرمزي. ورأينا بأن تلك المؤسسات التي بيعت حولت عن وجهتها ولم تبقى محافظة على عمالها. سرح 500,000 عامل، 500,000 من العمال الجزائريين سرحوا بطريقة قصرية نتيجة ضغط صندوق النقد الدولي. الآن لم يتدخل صندوق النقد الدولي في الجزائر. لا نريد أن نبيع مؤسسات الدولة لقطاع خاص يمكن أن يكون جانب منه فاسد، لكن هنالك جانب يريد أن ينمي. نريد أن تكون هنالك شراكة ما بين القطاع العمومي الجزائري وما بين القطاع الخاص، وليس بين
تضيع المؤسسات. الجانب الثاني، أنا أتكلم عن الشراكة الأجنبية ولا أتكلم عن الاستثمار الأجنبي المباشر، لأن الاستثمار الأجنبي المباشر هو شكل من أشكال السيطرة وفقدان السيادة بشكل أو بآخر. أما عندما تكون الشراكة شراكة قوية وشراكة عادلة وشراكة ناقلة للتكنولوجيا، عند ذلك ستكون نافعة للبلد. الآن نحن مطالبون بمناطق حرة، مناطق اقتصادية حرة. ثانيا أن نكون جنة ضريبية جاذبة وجاذبة للمستثمرين الأجانب. الأمر الثالث أن نحارب الفساد الذي يقتلنا وما زال يقتلنا إلى الآن. نعم، سامحني الأستاذ فارس مزدول، الحديث سيتواصل لكن بعد موجز التاسعة صباحا مع مريم غراز بعد هذا الفصل. الشروق نيوز، كن أول من يعلم مواجيزنا على رأس كل ساعة، وفيكم بآخر الأخبار والمستجدات الجزائرية العربية والعالمية. إذن مشاهدينا الكرام، النقاش كان مفتوحا عن انخفاض الرهيب الذي يعرفه سعر البرميل، سعر برميل البترول في الأسواق العالمية. البترول في الأسواق العالمية، كنا توقفنا مع الضيفنا الأستاذ فارس مزدور عند نقطة فتح الشراكة وإنشاء مناطق حرة وتشجيع الشراكة الأجنبية. لكن معلومة أستاذ فارس أنه كانت في عدة شركات حاولت المجيء إلى الجزائر للاستثمار، ليس في عز أزمة التقشف لكن أثناء البحبوحة المالية، لكن قاعدة 49-51 دائما كانت عائق أمام هذه المؤسسات. والله ليست تلك القاعدة هي التي تعيق المستثمرين الأجانب. الذي يعيق المستثمرين الأجانب هي البيروقراطية الجزائرية القاتلة الفريدة من نوعها في العالم. لأن المستثمر عندما يدخل إلى شباك واحد كما قال رئيس الجمهورية، ويخرج في عدة شبابيك، ويفترض أن الأمر يكون بسيطا عن طريق التسجيل الإلكتروني، حكومة إلكترونية راقية جدا تتعامل مع هؤلاء الأجانب والمحليين بطريقة انسيابية، ومنها يمكنك أن تسهل دخول هؤلاء الناس إلى الجزائر. الأمر الثاني أن نطور من منظومتنا الجبائية القاتلة المدمرة المنفرة للمستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب. كيف يمكنك أن تستقطب أموالا موجودة في السوق الموازي بفرض ضريبة جزافية ب7%؟ أنا أسألكما أنتم، لو كان الله عز وجل فتح عليكم ب100 مليار، هل تقبلان أن تودع في بنك من البنوك ويأخذان منكما 7%؟ يعني 7 ملايير من 100 مليار 14 مليار بينكم في زوج، تقبلها؟ ولا واحد يقبل يا ناس. ما كانش اللي عنده 100 مليار يروح يحطها في البنكة ويدوا له 7% ويقول لهم معليش. ابدا، نريد ان نستقطب المال الموجود في السوق الموازي. اتعلمين اختي الكريمه بان الوزير الاول يقول بانه لدينا اكثر من 3700 مليار دينار موجوده في السوق الموازي، يعني 370 الف مليار. هؤلاء كيف يمكنك ان تستقطبهم؟ تبدل العمله، تدير فوضى في الاقتصاد الوطني، لا يمكنك ان تفعل ذلك. وبالتالي لابد ان نلغي هذه 7% التي نفرت الناس. هذا واحد. الامر الاخر، عندما تريد ان تحارب الفساد لا تحارب الفساد بلجنه، تحارب الفساد بهيكل اداري كامل متكامل قوي، اعلى سلطه في البلد تعمل تحت إشراف وزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، هيكل مختلط ما بين مختلف الأجهزة الأمنية. عند ذلك يمكنك أن تحارب الفساد، تحارب الفساد بإشراك الشعب الجزائري في عملية مكافحة الفساد عن طريق رقم أخضر. نحن الرقم الأخضر دايرينو غير الأمور تاع الطرقات، نديروا رقم أخضر لمحاربة الفساد. لكن شفنا ربما من حاربوا يعني، وكما احنا نقولوا بالعام يديك لونشا، وقضايا تاع الفساد راهم من يقبعون خلف السجون. تفضلي جاهدة. طيب استاذ فارس مزدور، تحدثت للتو عن الجبهه الشعبيه وقلت يجب اشراكها في محاربه الفساد. بالطبع. الجبهه الشعبيه هي اول من، لا اقول يظلم، لكن اول من يخلص. نعم. ما يحدث. نعم. لهذا البلد، ما يحدث للحكومه، اقتطاع كبير للضرائب. صح. اليوم سياسه الدعم ترفع. نعم. الجزائر زادت ناحية الدعم على الوقود. نعم. على البترول. نعم. نعم. يعني الآن ما المطلوب؟ إلى أين ستصل الأمور إذا تواصل انخفاض أسعار البترول؟ طيب نحن أنا واحد من الناس الذين كانوا ضد أن يدفع الشعب الجزائري ضريبة التراجع في أسعار المحروقات. قلت إن الشعب الجزائري ليس هو من تسبب في تراجع المحروقات، ليس هو من أخطأ في الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية. لكن هذه انهيار عالمي. هذا انهيار عالمي، لكن من الذي يخطط؟ هل الشعب الجزائري هو الذي يخطط للاقتصاد الوطني؟ هل الشعب الجزائري هو اللي قال لهم ابقوا دائما تابعين للمحروقات؟
هل الشعب الجزائري هو اللي قال لهم معليش خلوا الخطط تاعكم خطط سنويه؟ الشعب الجزائري ما يخدمش ايضا. الشعب الجزائري يخدم اختي الكريمه، يحتاج الى من يحفزه على العمل فقط. ربما الدوله هي اللي ولفت يعني سياسه الدعم والشراء. وهذا خطا، وهذا خطا. سياسه الدعم نعم يمكن ان تكون موجوده، لكن لابد من الحزم، الدعم والحزم. الدعم ياخذه من يستحقه فعلا وبطريقه راقيه وبطريقه دقيقه، ماشي نسبه تاخذ ونسبه لا تاخذ. الحكومه تعترف ب 10 مليون من الفقراء. أنا أتعجب، من قبل كان يقول لك لا لا ما كانوش كاين الفقراء، الآن بين عشية وضحاها ولو كاين الفقراء. كانوا يقولوا لا عندنا 600 ألف عائلة فقيرة، اليوم 10 مليون من الجزائريين فقراء. صندوق البنك العالمي يصدر تقريرا يقول بأنه 9 مليون من الشعب الجزائري يعيشون تحت خط الفقر، واللي يعيشوا في خط الفقر كم هم؟ أنا أقول بأنه في بلادنا يحوز على ثروة الجزائر 20% من الشعب، 80% لا يحوزون على شيء. شكون هذو 20%؟ ال 20% هي الطبقة التي استثرت منذ فترة التسعينات وروح بها، لماذا نخفي على الناس؟ ما كنا نسمع بقضايا فساد ب 1000 مليار في التسعينات، أصبحنا نسمع بها فيما بعد، وبالتالي عندما تطورنا ماليا على المستوى الاقتصادي الكلي كان يفترض أن نتطور تقنيا. الآن أخي العزيز نحن أمام ظاهرة خطيرة، المجتمع الجزائري يقبل على ظاهرة فقر مركبة أكثر مما كانت عليه من قبل، ظاهرة معقدة. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى قطاع ثالث في الاقتصاد الوطني يسمى القطاع الثالث، وهو قطاع المجتمع المدني، القطاع الخيري الذي يجب أن يسد الفجوة ما بين القطاع العمومي وما بين القطاع الخاص. ما تعجز الدولة ويعجز عنه القطاع الخاص يأتي قطاع المجتمع المدني، القطاع الخيري ليكون قويا. أتعلم كم يدر القطاع الخيري على الولايات المتحدة الأمريكية؟ يدر عليها 390 مليار دولار، ويوظف 6% من الطبقة العاملة، ويعطي 120 مليار دولار أجورا لعماله. القطاع الثالث يمكن أن يمتص نسبة كبيرة من البطالة. يعني إحنا ما قدرش نقارن نفسنا بالولايات المتحدة الأمريكية. ولماذا؟ منظومة عليها دائما إحنا نعتبر ما عندناش نفس المعطيات. طيب العلم فيه 1+1=2 صح؟ أنا أتكلم علما، لا أتكلم أمورا هكذا. لكن في الجزائر أحيانا 1+1 ما تساويش 2 في الجزائر. 1+1=2 في كل أنحاء العالم، فالجزائر تساوي 3. لماذا؟ لأنه كاين الثالث هذاك المخفي. أستاذ مسدور راهو البترول راح نتاع عليه الحكومة ب 37، نعم. راهو اليوم 20 ومتوقع لأنها يعني أخطأت. قلنا لهم من قبل، أنا مررت على هذا البلاطو وغيره من بلاطوهات الشروق، قلنا لهم يا ناس خافوا ربي فينا، نحن شعب مسلم لا نتعامل بالربا، افتحوا المجال للمصرفية الإسلامية. ما زال الناس غالقة دماغها في البنك المركزي. في مصرفية إسلامية؟ لا توجد مصرفية إسلامية بطريقة قانونية. صحيح. الآن البنوك الإسلامية الموجودة في الجزائر غير معترف بها كبنك إسلامي، ولو كان يغلط ويكتب كلمة إسلامية قولوا الريدو. بنك الجزائر يرفض رفضا قاطعا أن تسمى البنوك في الجزائر بنوك الإسلامية، بل يرفضون حتى تسويق المنتجات الإسلامية. وأنتم تعلمون بأن الكثير من الناس يكتنزون أموالهم في البيوت، في البيوت، ولا يدخلونها إلى البنوك لأنهم يعتقدون بأن الربا كبيرة من الكبائر، وهذا هو الصح. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هاي البحبوحة وين وصلتنا أستاذ بسدور؟ لكن البنك الإسلامي لا يحل مشكلة تقشف لنا. لا يحل المشكلة. أنا أقول لك لا يحل وحده. معليش أختي جاهدة، أقول لك كيف يحل المشكل. هذه الأموال المكتنزة في البيوت لو أنها تدخل إلى المنظومة المصرفية لكانت فوائضنا المالية سواء بالنسبة للحكومة أم بالنسبة للقطاع الخاص الرشيد ماشي المافياوي، عند ذلك ترى بأن هنالك مشاريع اقتصادية ستبرز بشكل رهيب جدا. أختي الكريمة أنت تتكلمين عن 12 مليار دولار عملة صعبة متداولة في السوق الموازي، ناهيك عن 3700 مليار دينار التي تتحدث عن الحكومة. نعم نعم أشارك في هذه الفكرة، لكن ربما السؤال اللي يطرحه الآن العديد من المشاهدين هو أنه استمرار انخفاض أسعار البترول هل سيؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية ربما خلال الأشهر القادمة؟ مؤكد
اولا احنا مازلنا ما شفناش فاتوره الكهرباء والغاز بالاسعار الجديده، لانه شهر جانفي لم ينتهي بعد. سيصدم الشعب الجزائري بفاتوره الغاز والكهرباء. يعني هذا واحد. مؤسسه صنع غزه تقول زياده ب 300 دينار 30,000 فاتوره. مثل ما كان يقول بن خلفه، لن تكون الزياده كبيره، ستكون بسيطه جدا. ففي النهايه راينا زيادات رهيبه ب 50%. البلان اللي كنت تديره ب 100,000 الحمد لله بن خلفه كان يبشرنا بالخير، لكن في النهايه ولات 1400 دينار باش تدير البلان. معناه أكثر من 40%. أخي العزيز، لا يعقل أن نقول للناس ستكون الزيادة طفيفة وفي النهاية يضربون بمطرقة على رؤوسهم. أستاذ مسدور، كآخر لكن نعم على ما يقول رئيس التحرير، سياسة الدعم كانت موجودة في الجزائر، كانت بحبوحة، لا بأس إن استطاعت اليوم الدولة منها. في النهاية هذا الشعب هو مسؤول أيضا عما يحدث، ليست الدولة فقط مسؤولة. سياسة الدعم كانت موجودة من 62 وارباح، ماشي في عهد البحبوحة، حتى في عز أزماتنا كنا ندعم المجتمع الجزائري. على فكرة أنا مانيش ندافع عن الحكومة، لكن احنا البلد ربما الوحيد اللي عندنا السوسيال وعندنا الـ LSP وعندنا الـ LPP والدولة تمد سكنات والدولة الدعم والدولة، يعني في النهاية هذه لا لا ترى ذلك في النهاية أنا أنه الوقت طاع ضريبة. معلش عادي عادي، أنا أرى أنه من حتى الشعب الجزائري الذي ضحى بأغلى ما لديه بفلذات كبده أن ينال سكنا لأنه في دولته، ومن الواجب على الدولة أن توفر للناس سكنا وتوفر لهم غذاءهم وتعلمهم وتداويهم. أربع أشياء أساسية ما روش يتصدق علي أخي العزيز. هذه الموارد التي يأخذونها من البترول هي ملك للشعب الجزائري، ومن الحق الشعب الجزائري أن يسكن مجانا وأن يتعلم مجانا وأن يعالج مجانا، وأنا أرفض رفضا قاطعا وأن يعمل معلش وأن يعالج مجانا. فوق كل هذا وذاك، هذا لا يعني أنه يتكاسل ويتقاعس، وإنما يجب أن يكون هنالك صرامة في التعامل مع العامل الكسول. وأيضا نكافئ العامل الجاد. آخر سؤال ربما أستاذ مسدور ونختم اليوم، نحن أمام أزمة كبيرة، لا أقول ما مطلوب من الحكومة، لكن ما مطلوب من المواطن الجزائري؟ مطلوب من الحكومة أن تلجأ إلى القطاع الفلاحي، ويجب أن يكون ذلك. مطلوب من المواطن أن يكون عاقلا ورشيدا وليس مبذرا. نعم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. الخبير الاقتصادي فارس مسدور، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا هو نقاشنا الاقتصادي حول الارتفاع، أو حول إن شاء الله الارتفاع، حول الانخفاض الرهيب لأسعار يا رب لأسعار البترول، والذي من المتوقع أن ينخفض أيضا. بفعل جهيدة، يعني هو راهو يطلع بدولار في الصباح وينزل بدولارين في المساء، على أمل أن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي. الشروق مورنينغ ويكند متواصل معكم بعد قليل، فقرة الصحة والحياة مع حياة مقطوف، لكن تذكير بأهم المواعيد السياسية والاقتصادية والثقافية لنهار اليوم في هذه الورقة. اهلا بكم من جديد، صباح الخير حياة، صباح الخير لضيفك اليوم. الحديث حيكون صباح الخير جهيدة، صباح النور. اليوم الحديث حيكون حول مرض يعني لانه هذا المرض يعني مني، لانه منذ ما وضعنا السؤال في صفحه القناه على الفيسبوك وما يبعثوا بالاسئله متى فقره الصحه، راهي جات الان فقره الصحه مع حياه. هو مرض يعني منه اغلبيه الجزائريين، القولون العصبي. نعم، هو مرض مشكل كبير يعني منه متلازمه القولون العصبي، تهيج القولون. نرحبوا ونجاوبك الان، نرحبوا بضيفنا في هذا الركن الدكتور حسن مسعودي، استاذ مساعد بمصلحه الامراض الداخليه بمستشفى مصطفى باشا الجامعي. مرحبا بك، شكرا لك. وانا بدوري نقول صباح الخير لجميع الجزائريين، دونك بونجور شيغ امي اوديتريس اوديتور، وشكرا على الالتفاته هذه الطيبه. دونك جو سيفير كون با باسي ان بتي مومون ان شاء الله انصومبل باش يستفادوا كاع منا ان شاء الله. ان شاء الله ما ننساوكمش مشاهدينا، صباح الخير عليكم في كل مكان في كل بيت. نحبوا بكم معنا وبقوا معنا وتواصلوا معنا ايضا في فقرتنا اليوم. نقول لكم ايضا احنا نحن في الخدمه، تليفون مفتوح، مواقع التواصل الاجتماعي ايضا مفتوحه وفي خدمتكم. نروح لك محمد. نعم، الاحصائيات كبيره تقول انه 40% في الجزائر يعانيوا من تهيج القولون. المشكل في هذه النقطه انه اعراضه مختلفه، وايضا هو يقول انه في الدراسات
الجديدة تقول أنه هو أكثر من مرض يضايق الإنسان في حياته اليومية، أيضا يؤدي إلى عدم جودة يعني حتى أعماله، حتى ما يكونش مركز، ما يقدر يأكل، ما يقدرش ينام، عنده أعراض مختلفة. اليوم حنتحدث عليها ورح نقول له كيفاش يقدر يتفاعل معه ويقدر كيفاش يتعايش أكثر مع هذا المرض، بما أنه هو مرض مزمن وما فيهش علاج للأسف، لكن في دواء يعني حتى يخفف الأعراض. طيب نبدأ مع ضيفنا في هذا الركن، مدخل للموضوع حتى نتحدث عن القولون، أهميته وظيفته في جسم الإنسان. تفضل. مرض القولون العصبي، وإن كان كلمة قولون هي كلمة فرنسية، قولون بمعنى المعي الغليظ. إحنا هو مصطلح شائع في المجتمع الجزائري، وبالتالي الناس استضافوه ولاو يسون تابيتويا سو تيرم. بدا بجميع بعدة مراحل، بكري كنا نقولوا لا كولوباتي فونكسيونيل الى لو سيندروم دي كولون ايريتابل، مؤخرا ولا نقولوا سيندروم دو لانتستان ايريتابل. هذا الاخر دابور يفو سافوار بلي سي تان توبل فونكسيونيل، مشكل وظيفي، مشكل وظيفي ماهوش عضوي. نعم. والانسان لازم يدير الفرق بين هذا. العلماء اختلفوا لو كادر نوزولوجيك اسكي ساجي بالي بيان دو مالادي ولا هو مجموعه من الاعراض. نعم. هو ايفيكتيفمون سي مجموعه من الاعراض، خاطرش كي تقول واحد عندك مرض في دماغ في راسه يقول بلي انا مريض بالكولون. غالبا لا بيبار دي مالاد كيجيو يقول لك انا عندي مرض الكولون، alors que le colon c'est pas véritablement maladie. Ou le colon malheureusement عنده خاصيه انه c'est une maladie psychosomatique اللي عندها علاقه بالجانب النفسي، بالجانب النفسي. لذلك تلقى بزاف نشوفوه بعد ومن بعد باللي كان توترات عصبيه اللي تنجني معنو، وبارفوا سا رون لا في ديزاغرابلومون، والانسان يعيش يعني حاله توتر مستمر. نعم. في اسماء عديده مثل ما تحدثت عن هذا المشكل، يعني المتلازمه، متلازمه القولون المتهيج وغيرها من الاسماء. نعم. الاكثر شيء احنا اخترنا اليوم القولون العصبي حتى يتعرفوا عليها أكثر مشاهدينا لأنها شائعة في مجتمعنا. نتحدث عن الأعراض، مهم جدا حتى يتعرفوا عليها مشاهدينا، بما أنه هذه الأعراض تتداخل مع أمراض أخرى للأسف، وأيضا نقول لهم حتى يشخصوا المرض يروحوا لآخر مرحلة حتى نتأكدوا أنه ما فيش أمراض أخرى عضوية تكون في القولون حتى نوصلوا نقولوا هذا مشكل وظيفي. هذه الرسالة الأهم المهمة جدا. نعم. لازم نبلغوها للمجتمع والناس اللي يسمعوا فينا أن لو كولون نيرفو كما قلتي مقبنتي أو لا لا لو سيندروم بلانتيس سي تون ما سي تون سي تان سيندروم كي دو اتر دونك سي ان ديالنوستيك بار اليميناسيون سي تان ايتا فونكسيونيل، يعني حتى نلغيو جميع الاحتمالات، جميع الأمراض الواحدة أخرى. نعم. خاطش الأعراض الرئيسية هي تمثل في ثلاث أعراض رئيسية. دابور لا دولور أبدومينال اللي هي الألم في البطن. نعم. دوزيامون سي لو بالونمون انتفاخ في البطن. وثالثا كان ان تروبل دو ترانزيت، يعني يا اما الانسان عنده لا دياري يعني بما يعني الاسهال او امساك، شوفوا ومن بعد خاصه في النمط المعيشي يختلف عند الانسان اللي عنده الاسهال والانسان اللي عنده الامساك. دونك هذو هما الاعراض الرئيسيه اللي، وكل احد اعراض هذو عنده مشكل. وين الانسان قلنا باللي لازم الانسان دائما وابدا يروح يشوف طبيب باش يليميني امراض واحده اخرى. دونك ينفي باللي ما كانش امراض واحده اخرى اللي بعض الاحيان تكون خطيره واكثر خطوره. بما انه نعم، بما انه اكيد انه القولون العصبي هو مش يعني ما يقتلش وما هوش خطير جدا، صحيح انه الاعراض تضايق ومنتشر اكثر، هذا المشكل مضايقه نفسيه اكثر، والانسان يعيش حياه شويه ثانيه حتى من ناحيه الالم. تيماجيني انسان يروح 12 تاع الليل لا ديزور تارديف زوج تاع الصباح يروح على جستر، ولا انسان اللي عنده انتفاخ في البطن هذا بصفه مستمره دو فاسون كونتيني، سا كومام سا كري ان ديزاغريمون، اي بي ميم لا في تاعو ميم سي اون في كومام كي ديزاغريمون، متضايق يوميا تكون غير روشن. نعم. فقط حياة مشاهدة فاطمة الزهرة تسأل على صفحة القناة، تقول بأنه هي عندها منذ أسبوع هي تحكمها الألام في البطن، يعني عندها الوجع في البطن، دارت الأشعة وقالوا لها ما عندك والو، وكل ما تأكل حاجة يعني تضرها. وشنو هو هذا هو المشكل؟ أن الإنسان قلنا باللي المحور الرئيسي لو برينسيبال سيمبتوم كي موتيف لو باسون كونسولتي، اللي يجي الإنسان يجي ليزيرجونس علاش؟ يجي على الألم. ليليميناسيون دابور، علاش قلنا بلي سي ان ديانوستيك ديليميناسيون؟ لازم في جميع الاحوال الانسان يليميني بلي يا با دورجونس، ما كاش حاله مستعجله جراحيا اولا، ومن بعد في الاستعجالات كان استعجالات جراحيه وكان استعجالات طبيه لا كوليك نيفريتيك، كان امور واحده اخرى، كان حتى الناس ما على بالوش بلي ان في البطن كان شرايين، كان اوعيه، حتى كان دي دولور دوريجين فاسكولار لازم نحيهم. كي يبقى لنا مع الاخر ما كان والو، هذا نقولوا بلي الكولون داير لا بليبار، يقول لك انا حتى عن الطبيب تاعي كيما هذه السائله الكريمه تقول بلي درت الاشعه، واش من الاشعه اللي تبين اسمه؟ سي جينيرالمون ليكوغرافي، والليكوغرافي احنا غالبا كي نروحوا باش الانسان يروح ليزيرجونس يروح ديجا كلا
قليل واحد يروح يصبح ماكلاش يكون ديجا عنده الكلا والماكل الاكل دونك لاليمونطاسيون يبين في ليكوغرافي في ليكرون هذاك يبان باللي عنده بزاف لي غاز ويقول لك المريض عندي لي غاز دونك ان شاء الله تكون وصلت الاجابه للمشاهده عليك. وعندنا اتصال اخر. صباح الخير فتيحه من الحراش، مرحبا بك معنا. الله يسلمك، عن جد صباح الخير. صباح النور، معنا ضيفنا حول القولون العصبي، عندك اي سؤال فتيحه تفضلي. الله يسلمك يا اختي. انا عندي وليدي نعم يتقلق بزاف ويسيح له حشاك الدم بزاف، يدخل يسيح حشاكم عنده الدم، وراح للطبيب قال له عندك الحب الداخل المصران، وما على بالنا نقدر كيفاش ندير، ولا كان قضيه عمليه ولا تاع الاخر، ودار راديو دار ليزانالي دار كلش، قالوا له ما عندك والو، عندك الخول وباك فيه الحب الداخل. نعم، عندك اي سؤال نعم. تفضل. الاجابه هي ان جوستومون قلنا باللي الاعراض الرئيسيه تروا سيمبتوم، قلنا باللي في الكولون العصبي اللي هو سان دياغنوستيك دي ليميناسيون، قلنا باللي لا دولور الالم، قلنا الانتفاخ، وقلنا الاسهال والامساك لي تروبل ترانزيت، مي ما قلناش الدم. الدم حاله واحده اخرى جوستومون، لذلك قلت نقول باللي كاين ليمينيو هنا كان احد الاعراض الزائده انه لاريكتوراجي، كي تقول لي الدم لتحت، لاريكتوراجي اللي هي الدم لتحت سي اون ايموراجي ديجستيف، هذا لازم له احنا في الطب الداخلي في المصلحه تاعنا في المستشفى او في المصلحه الجهاز الهضمي نديروا لاريكتوسكوبي. كي تقول لي الحب، الحب هذو جينيرالمون اسكو سي دي بوليب، اسكو سي اون بوليبوس يعني بزاف، اسكو سي اون مالادي انفلاماتوار دو لانتيستان، الامراض المعروفه لا مالادي دو كرون ولا لا مالادي دو ار سي اش، هما امراض الالتهاب تاع الامعاء، هذه حاجه واحده اخرى. هنايا سواء يكون كيكون تشخيص بالمنظار الداخلي دونك بار ريكتوسكوبي ون ريكتوسيغمويد فوار ان كولوسكوبي توتال اللي دير في ابري امتر ديمي ريكتوسكوبي كولوسكوبي لا تقوم بها ديك الساعه باش نعرفوا اذا كان حبات اسكو يتداووا اسكو الترات ميديكال ولا اسكو الجراحه. دونك لا ريكتوسكوبي المنظار الداخلي هو اللي راح يكون حازم في لا ديسيزيون ثيرابيتيك. ننصحوا فتيحه حتى تقوم بالاختبارات اللازمه ريكتوسكوبي كولوسكوبي حتى تتاكد من التشخيص الدقيق للحاله، خاصه وانه طفل صغير. نعم دونك سي ديفيرون بار رابور لادولت. نعم نواصلوا في حديثنا دكتور. احنا نعرفوا انه الغذاء النظام الغذائي مهم جدا، بما انه نعرفوا انه القولون وظيفته امتصاص الاغذيه الى غير ذلك. الغذاء مهم جدا. وقبل ما نكمل سؤالي في عندنا اتصال. صباح الخير نوره من سيدي بالعباس، مرحبا بك. السيد ربما السيد مسلي عماره. السيد عماره عفوا، مرحبا بك، صباح الخير. الله يسرك، صباح النور، الله يسرك حمودي، صباح الخير. اهلا بك معنا سيدي. نعم انا غير بنسق في الدكتور اذا سمحت برك. صباح الخير عليكم كاع. القلقه بزاف، نقلق، المهم مش عارف حاجه اللي تضر. نعم نعم واش قال؟ هذا واش راح يصحك؟ اسمح لي السيد عماره، شو ما تفرحوني وسعي هذا مك. سي عماره انت كي تقلق يوجعك الكولون تاعك؟ اه كي تتقلق يوجعك الكولون تاعك؟ كي تقلق يوجعك الكولون؟ يوجع عندي سطر كذا حاجه صغيره، المهم نولي سطر ساعات نولي حتى نرجف دكتور بالقلقه هذيك في السطر نولي نرجف ومن بعد يولي نولي سطر وما لقيتش روح. عندك اي سؤال دكتور تفضل. هذا سؤال كي تقلق انت تسمى كي غير كي تقلق اللي توجع كرشك ولا غير هذا؟ ما كاش اعراض واحده اخرى. لا ما كاش هذا غير القلقه وتوجع كرشي مباشره. صح، هي في الحقيقه دون تو لي زيكري حتى في الكتب كي تروح تلقى يقول لك دون لا بوبولاسيون جينيرال الاحصائيات هذو خذاهم في حقها في الخارج 17%. المشكل الكبير في هذا الكولون جوستومون سي كيا با ديتيولوجي بريسيز، ما كانش يعني سبب اللي يقدر يكون مباشر على هذا، ولكن داروا فرضيات دي زيبوتيز دياغنو دي زيبوتيز دونك دو 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 ريشيرش ايتيولوجيك، لقاو باللي كان خاطرش كان علاقه تاع الخلايا العصبيه كان عباك كل شيء يمشي بالاعصاب في الجهه الكولون كان الاعصاب، يقولوا بلي كان عصب وكان حاجه واحده اخرى كان بكتيريا كذلك يعني تكون لا فلور انتسينال كي سيفيا لي تاسا بروفيت. ايفيكتيفمون كان ناس كي كان المعادله العكسيه، اما الكولون هو اللي يسبب الوجع تاع التقلق هذا والحاله تاع التوتر والعكس صحيح. صح ايفيكتيفمون يا اليا با ديريكت مي يا اليا سي اون ان دي زيبوتيز كاي تي اكسبيكي بار ليطا هذه الحاله هذه ايفيكتيفمون. ويقولوا على بها قلت لك باللي بكري بكري في لي زيكري يقولوا باللي نقولوا احنا توجو في ديفينيسيون سي اون سي ان سيندروم سيكوسوماتيك عنده علاقه، وفي ذلك في التراتمون في المحور الثالث تاع التراتمون انه
دي جون لحقوا حتى الادويه تاع لي باليتيكوتروب لي سيداتيف نمدوا للستر. يقول لك كي نشرب مثلا بعض الادويه اللي ساسوا فما عندناش دروا نقولوا ادويه يعني بفصام مباشره مهدئه يقول لك نحس روحي مليح خاطرش كاين ارتباط بين الكولون وبين الجهاز العصبي. نعم ومعنا اتصال اخر يوسف ببشار. صباح الخير. صباح الخير يوسف، هل انت في الاستماع؟ ربما ما راهوش يسمع فينا يوسف. نروح للسؤال. طيب. نوري بن نبو على الفيسبوك يقول ما هو الرجيم الخاص بالكولون وهل له علاقه مع القلق وهل يمكن التخلص منه نهائيا؟ وهنا قبل ما يجاوب الدكتور هذا مشكل من المشاكل الشائع والخاطئ لانه لكل قولون عصبي رجيم الخاص به. هنا ما نقدروش نجاوبوا عليه لانه لكل انسان عنده اغذيه اللي يتاثر منها. نعم. تفضل. هي في قلنا بلي سيت ان تروبل دونك انتستينال يعني في المحاور كان ترواز اكس دو تريتمون. نعم. كان لو ريجيم اليمونتير يعني النمط الغذائي اللي خاص بالانسان وهذا الانسان خاص يا اما عنده اسهال إذا كان إنسان عنده إسهال نقدر مثلا اون بو لي كونسيي دي فيبر اليمونتير الالياف يعني ونقولوا له مجموعه من الالياف اللي تقدر باش تحبس له شويه هذاك خاطرش لاكسيليراسيون هذاك الالياف اللي راهي العضلات اللي في الكولون اللي تقدر اللي تاكسيليري لو ترونزيت هذاك الالياف هذوك يحبسوهم وبصح لك في المقابل اذا كان انسان عنده لا كونسيباسيون عنده الامساك الفا اغرافي دونك يعني. واسمو يعني كل حاله عندها نظام كل حاله عندها واسمو بصح يبقى كمام الاصل لا بيير اونغولا دو تريتمون سي لو ريجيم اليمونتير لو ريجيم بيان اونتوندو انسان يبتعد على مثلا على الادهان على الدسوم على خاصه الشربات الغازيه هي مثيرات ممكن حتى تاثر على القولون وتؤدي الى يعني حتى المشروبات الغازيه والاعراض هذه. نعم راح نتحدثوا عن المثيرات بعد قليل نجاوبوا نتصل نردوا الان عفوا على اتصال اسماعيل من باتنا. صباح الخير. صباح النور الاخت. صباح النور. مرحبا بك معنا اسماعيل، عندك اي سؤال تفضل لضيفنا الحاضر معنا. عندي الاخت حد تكلم مع الطبيب عندي. نعم. زوجه دايره كاترو سيزاريان. داكور. ودارت مره كانت غلطه داروا لها انترفونسيون الكولون. ابري كاتريام سيزاريان. كيفاش؟ وبوك. عندها آلام في البطن وعندها انتفاخ دائما كل ما تاكل تنفخ الكولون تاعها وكل ما تاكلش ثاني تنفخ. الاخ الكريم حتى للزرعه. الاخ كريم صباح الخير. نفضلك انت تقول بدات كات سيزاريان بروبابلومون على جال لي زاكموشمون تاعها بصح كيفاش لحقوا باش 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 داروا لها عمليه على الكولون باش كيفاش؟ خطا ولا؟ لا كانت خطا هي في كي جاو سيزار خطا بالنسبه لها الكولون مع إيه بصح في الكولون على بالك راهو يدير متر ونص اكان نيفو كان الكولون دروا الكولون غوش لو ترونسفيرس لو سيكوم ريكتوم من تحت تسمى لا 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 في الكولون بعد الكولون هو بداتو كان 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 بعض المناطق سو البلون توبوغرافيك واش نحاو الكولون ترونسفيرس كي دارها ترونسفيرس فوالا دونك في الوسط هذاك. نعم تسمى بعد بروك دوكا كي تاكل لي تنفخ شحال قطعوا شحال قطعوا شحال قطعوا؟ قطعوا لها واحد كات واحد 3-4 سنتيمتر. داكور ومن منها راهي توجع؟ نو مي من بعد كانت صافا صافي لونتون صافا من بعد دوكا عندها واحد العامين المشكل في الكولون تاعها دائما يا تاكل يا تنفخ ما تاكلش تنفخ دير البويون ما دير في الريجيم هكذاك ثاني اي حاجه تاكلها ما كاش اعراض واحد اخرى يا او كان سيمبتوم واحد اخرين ما كاش غير انتفاخ برك عندها اعراض تاع الدوخه ليفارديز دائما ما قاسوا لها الضغط الدموي اللي ما قاسوا لها الضغط الدموي ما عندهاش لانيمي ما عندهاش ليبرتونسيون ارتيريال ما عندهاش كيلكو فوا يكون عندها انتفاخ على الدوخه هذيك جوستومون على لي فيرتيج باسكو يفو ليميني كومام يفو ليميني الدوخه هي حاله توتر صح يفو ليميني انا كو هايبرتونسيف لازم تنحي قبل ارتفاع تاع الضغط اذا كان سامحني فقط اذا كان كملت الاسئله ممكن يستمع الاجابه بعد قليل هكذا باش دير لا بريز دو تونسيون شاك جور نورمال شكرا لك على الاتصال وابقى معنا حتى تستمع للاجابه. نعم دكتور تفضل. اجابه انه باسكو لا سي كومام يعني نظن باللي شويه هنايا كومام اون ايرور كالكو بار جون سي با كيفاش لو جينيكولوج كي يدير لها لا سيزاريان قاس لو كولون سي كومام كيفتح
يشوف يعني مون سا سينيور ميديكال كاين جون سي با سي سينيور ولا بعض الناس يلقى واحد فايس وما يقولوا لهمش لا انا جو بونس كيفو دابور اوفير ان كولوسكوبي يدير انسان تيو خاطش الحاجه الوحيده اللي يشوف الانسان الكولون ما كاش حاله مرضيه لداخل لابار سي دو فير ان كولوسكوبي ديك الساعه كيما يكون والو والانتفاخ يفا روجواندر لو تريتمون ميديكال اللي هو باسكو الانترفونسيون قطعوا 3 3 سنتيمات سي با كوميم كون جات الانتستان غال نقولوا شويه باسكو الامتصاص تاع تاع الاكل البول اليمونتير يتندر في الكولون كي يلحق الكولون البول اليمونتير كي يجوز منايا من 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 لابوش يكون يجوز من بعد المعده ومليح دوك نظن باللي يفو دابور فير ان كولوسكوبي ومن بعد موراها سي لو ميم تريتمون الى ما كان والو سي لو ميم تريتمون اللي كنا نتكلموا عليه من قبل لو ريجيم اليمونتير لو تريتمون ميديكال اي لو تريتمون اوسي دونك اونتي ومعنا اتصال اخر ايمان من العاصمه صباح الخير صباح الخير مدام صباح النور تفضلي عندنا ضيفنا اليوم حاضر معنا اي سؤال حول القولون العصبي وي انا ديجا بيرسونيلمون عندي هاد لو بروبليم تاع الكولون وبصح لقيت راحتي يعني عندي الاثنين والخميس شاك فوا نصومهم فما كان يعجب بصح الله نعم كيف غاتر مع صوم الاثنين والخميس كي تصوم الاثنين والخميس نعم صوم مفيد قالت انه نقص لها الاعراض نصوم اكيد ما نقدروش نخرجوا على واش قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصيحوا دونك هو دونك انا معاك 100% باسكو صح خاطر الصحه كي تصوم ديجا vous allez mettre en repos le tube digestif يعني مش راح تاكل مش راح تاكل المشروبات الغازيه مش راح تاكل طول الجورني الجهاز الهضمي راح يقعد في حاله استرخاء وما كانش خاطش المشكل وراه سي في لاكسيليراسيون تاع تاع الاليه تاع الخلايا لي سيلول دونك ولي مسك لي كونتراكسيون مسكولير تاع لو كولون جوستومون وبالتالي لا جورني كامله تحس روحك حاجه مليحه واذا جوستومون حنا ننصحوا الناس اللي يقدروا ينصحوا اذا كان عندك سؤال الخميس. اخر حول الموضوع سي ان ريجيم ولا اسيز ولا دي شوز ايفيتي باش ناكلوهم باش النظام الغذائي النظام الغذائي ايوا ربما المأكولات اللي تتفاداها نحطوا على الاقل على المثيرات شكرا لك ايمان وبقي معنا حتى تستمعي للاجابه الان راح نتحدثوا بما انه ما فيش نظام غذائي ثابت لكل الحالات نتحدثوا عن ممكن بعض الاشياء اللي ياخذوها الانسان تزيد له المضاعفات كالتدخين القهوه والشاي وغيرها من المثيرات بالضبط خاطر احنا قلنا باللي دوك الانسان خلاص يعرف باللي خلاص الحمد لله سي ان كولون دونك سي بلوتو ان سيندروم دو كولون انتيسال يعني الحمد لله مهم جدا انه ماهوش قالت الاخت مقبل قالت الكتوراجي على وليدها سي امبورطون الكتوراجي حاجه واحده اخرى يعني اذا كان الدم في البراز خطير جدا خطير سيدي الكولوسكوبي سي سورتو لو كونسير دو كولون ولا الكونسير دو ريكتوم حتى ولو كان شويه هذا انسان يشوف في الحشاك في في الوسخ تاعو في الماتير فيكال كان شويه دم كان يفو دابور اون في سكون ابل لي موكولت نحوسوا على كميه الدم في الاخر نعم. ونديروا كولوسكوبي خلاص حنا قال ما كانش الحمد لله ما كان حتى اعراض اكدنا من التشخيص نعم تشخيص رانا اوني سيغتان بلي اون سوم اون فاس دان كولون اريتابل ولا دان سيندروم دان تي سيغاب ديك الساعه ندخلوا صح ما كانش يعني كابار كاب بصح عموما كومام كان بعض اللي نقدروا نتفاداوها من الاحسن نتفاداوها اي سي لا بيغ اونغولير دو تريتمون تاع الكولون فرنا مطمئن غير المشروبات الغازيه فقط حياة عندنا سؤال من السيده رشيده تقول انها اصبحت فجاه تعاني من اسهال لمده شهر وامساك لمده طويله عندها انتفاخ في البطن والام ايضا بالاضافه الى الام في الكلى هل يمكن يكون هذا هذا دابور قالت اسهال حاجه مهمه اسهال لا ديوغي لمده شهر ديجا حنا كاينين ديفينيسيون دو لا دياري اسكو كاين يقول لك انا كل شيء تجري اذا كان الانسان يروح خطره في النهار عدد مرات ماهوش اسهال هذا سي مي اذا كان الانسان بلوس دو 3 فوا بار جور فوق 3 خطرات في اليوم مده فوق 21 يوم ندخلوا في اطار تاع الاسهالات المزمنه دون لو ساك دي دياري كرونيك كيف كيف il faut d'abord faire une coloscopie faire des bilans tout ça نعم باش نقولوا باللي اسكو الاسهال هذا كون جات اسهال نهار يومين يروح يعاود يولي يجي من بعد يجي الامساك مي لا بارت دو دياري كرونيك بلوس دو ان موا سي ان دياري كرونيك لا دياري كرونيك الاسهال المزمن كان بعض الامراض بزاف اذا لحقنا بلي سور بلي سي ان سي ان كولون اريتابل كولون نيرفو ديك الساعه نتكلموا على ما هي ما هو النمط الغذائي اللي مناسب لهذه نعم. الاخر اذا ناخذ اتصال اخر رضا من وهران مرحبا بك صباح الخير اهلا بك سيدي عندك اي سؤال لضيفنا حاضر معنا تفضل نعم عندي سؤال ضيف شخصيه طبيب باسكو عندي بروبليم في القولون نعم عندي شغل قريص الجهه تاع لاكوش نعم عندي القريص في الجهه تاع لاكوش شو القريص القريص سي دي بولساسيون ولا سي ماشي لي بيك ماشي لي بيك طبيب نعم
ما عادش عندي لي بيك، عندي القريص من جهه تاع لاكوش. القريص من جهه لاكوش؟ نعم. واش من جهه لاكوش؟ وين الكرش؟ الالم وين؟ جهه تحتانيه قبل لابانديسين. اه لابانديسي تاعي على الدروات باش نكون فاهمك. واه. انت تقول لاكوش. انا ما عارفش. المهم جهه تاع لاكوش سي لو بروبليم عندي تما المشكل. ايه عندك غير القريص، ما كانش الاسهال، ما كانش امساك، ما كانش انتفاخ، ما كانش سطر، ما كانش. عندي بروبليم تاع كونستيباسيون ديجا غالي ومصباح. خرج شويه تاع الدم. تقول واش قلت؟ قلت كونستيباسيون اي شويه تاع الدم. لا دي فوا تقعد 3 جور 4 جور ونخرج هذاك البروبليم هذاك. صح بصح كان دم ولا من بعد مور لا ما كانش؟ كيفاش؟ اسكو كان دم مور لا كونستيباسيون؟ كاين الدم كاين. صح شفت دونك ما كنتش تسمع فينا، لازم تسمع. الا كان دم لازم الكتروسكوبي، خاطرش حنا ديجا انا اللي علمها لنا واحد الاستاذ الاساتذه تاعنا اللي قراونا يقول لك ان تران بو ان كاشي ان اوتر، كي انسان كيكون هكذا قطار توجور يقول لك انا واحد اللي يرمي الدم، هذه مهمه جدا، يقول لك بالك عندي البواسر توجور اكزاما نشوفه بعينينا ونديرو توشي ريكتال ونديرو الكتروسكوبي. انت عندك اسهال، عندك لا دولو، عندك الكونسيباسيون، وعندك لي ريكتوراجي، عندك الدم، لازم الفحص الباطني باش ومن بعد نقولوا بلي لا ما كان والو، خاصه اغوش سي لوريكتوم. لوريكتوم مانيش باش ندراماتيزي، باش انا من جاب التحسيسي فقط، يفو فيغ اون ريكتوسكوبي قبل ما نتكلموا على الكولون اريتابل. اذا نقول لك رضا انه الوضع جدي، لابد انه تروح للطبيب المختص يكون فيه سابات البواسر غير لي زيمورويد كوم سابات روسي اوت شوز، يعني حتى ما تخوفوش. لا 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 ماهوش انا عادي، احنا كاع غالبا بعد لا كونستيباسيون يكون شويه دم غالبا. نعم، في ايضا سيده تقول هل العلاقه، هل هناك علاقه ما بين الفتق الاربي والكولون؟ الفتق الاربي والكولون. سيدي ما هو الفتق الاربي؟ الفتق الاربي هو مرض، يعني حوست الان درت ريسيرش في جوجل، هو مرض شائع، يعني هي جراحه. سيكو مصطلح هذا شويه ربما نطلبوا من هذه السيده ارسال المصطلح بالفرنسي، وفي حال دكنا نبحث لك. نعم. طيب في انتظار انه تراسلنا. نعرفوا انه في علاج القولون حتى يعني يتاقلم مع الانسان في بعد ثلاثي، الجانب الدوائي، ممكن الجانب النفسي ايضا. نعم. والجانب الغذائي. نعم. تحدثوا عليه الان. دونك قلنا بلي لا بيان اونغولار دو تراتمون دو لانتيستان اريتابل اي لو ريجيم دون ليجين دو في، ما نقولوش غير ريجيم، خاطش كي نقولوا ريجيم نتكلموا غير على النمط الغذائي، نقولوا ليجين دو في، يعني نمط حياتي لابد ان نمط حياتي ما يتمثلش غير في النمط الغذائي. نعم. فهو سي دوز زاكس دو تريتمون، ثاني سي لو تريتمون ميديكال، ثالث سي لو تريتمون بسيكولوجيك. في النمط الغذائي معروف الناس كاع يقول لك انا ندير لي بويون ندير، ونعم بصح ما تكونش بصفه مفرطه، خصوصا الانسان كيكون يدير غير كان لي ريجيم بيو مثلا. دوك ولات سيتولمون دون لي بيي كي سي دون لي بيي اوروبيان يتكلموا بزاف على لو مود بيو. لو مود بيو مليح بصح ما لازمش الانسان يكون فيه اكثر بزاف، يولي من بعد يكون بعض الاغذيه تكون ناقصه من بعض المواد الاساسيه، لي زاليمون، الكالسيوم، بوتاسيوم، صوديوم. نعم، لكن دكتور الكثير من المشاهدين لما يطرحوا الاسئله يقولوا يعني هل هناك اغذيه اللي نقدروا نتفاداوها؟ نعم، على الاقل الاغذيه اللي تقدر تمد انتفاخ بزاف، الشربات الغازيه، القهوه مثلا، الشربات الغازيه، القهوه، راهو لي زيكسيتون، لو تي، لو كافي بزاف. حنا اون برون بوكو دو كافي الانسان، حتى ولينا كيما المجتمع الاوروبي دوك القهوه بزاف، الشاي بزاف، القهوه بعد الماكله. معليش نصيحه، بعد الماكله اختلف النهار، النمط الغذائي احنا مجتمع عندنا التقاليد تاعنا، طعام كل جمعه، الكسله بزاف، كاين اللي في رمضان مثلا ما نكونش واش مرته ما تحطلوش المطلع والكسره، وكل يوم كاتاستروف، كسره بزاف، الياورت هذاك الجافه المضره. نعم الجافه، نعم لي نوار في الليل، احنا كيف كيف نابليكو ما سيتان مود دو في، الانسان يقعد يشوف التلفازه لي شوكولا، نعرف انا عندي بزاف لي مرات اللي يجوا تقول لي عندي بوا دو شوكولا في الليل. الشوكولا سي كاتاستروفيك في الليل، بغض النظر عن مرض السكري، حتى من السكري المعجنات عندهم تاثير كبير على الكولون، حتى المعجنات البصل ربما. اذا كان غير مطبوخ. نعم. الثوم والبصل اذا كان نعم غير مطبوخ، العجائن. نعم. بعض الخضار حسب الحاله. نعم دوك حنا يفو ديفيرسيفي، ما نقولوش واسمو، ومجتمع ما ياكلش بزاف الفواكه تاعنا، دونك لي فروي ليغوم هذا هو. نعم، اذا معنا اتصال هاتفي من حسي بحبح صديقي الحاج، اهلا بك وصباح الخير. اهلا، السلام عليكم، صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير. طيب. وصبحت لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. شو وقتي حاب نسقسي الدكتور، عندي حشاك البواسر، عندي البواسر منفخين ياك، راه في مده حوالي واحد الربع سنين ياك. من فضلك الدكتور يفهمني بالعربيه، لاخاطش ما فهمتش الفرق. ما كاينش مشكل اخي. وانا تزيري كيما انت، دونك ما كاين حتى مشكل. بارك الله فيك. وفيكم بركه اخي. اسمعني على لا لا على الرسم يعني. بالتعليم عمليه الدكتور بالليزر في الجزائر، ثم في حيدر عبد المدام هذيك راح لي اسمها وش ما تذكرش الاسماء، ما تذكرش. درت عمليه على البواسل هذه هي. بالضبط.
صح خاطرش البواسير حاجه احنا قلنا لا بروكتولوجي سي لو دومين بروكتولوجيك قلنا باللي في الامساك بزاف غالبا البواسير تجي من الامساك بزاف مرض كونستيبي يقعد ثلاثة كان نعرف ناس والله 15 يوم باش يروح بصح 15 يوم النفس يخرج يبقى الفضلات بك حاشاكم اللي ما يخرجوش هنا مشكل كبير لازم نيليميني ودوتر باسكو ماشي الكولوم برك الامساك بزاف كان مثلا الغده الدرقيه لي بوتيرويدي تمد هذا الاخر هنا المشكل تاع البواسير حاجه واحده اخرى كان له ثلاث مو ميديكال طبي وكان له ثلاث مو شيروجيكال انت ممكن لحقت حتى الجراحه نعم بعض الاحيان لحقوا حتى الجراحه بصح ما لاباناش الا دار لك الجراحه على البواسير ولا على فيسيور انال ولا لا فيستول انال ما لاباناش اذا كان بقات الامساك تاعك اربع استغفر الله اسمحوا لي اذا كان انسان بقى اربع ايام خمس ايام يحوس على لاكوز تاعها لا كونسيباسيون اللي هي بالدور تاعها مده البواسير دونك لو تريتمون تاع فوزافي تي اوبيري انا ما نعرفش لو ستاتيو تاعو بروكتولوجيك يعني علاش الى تي اوبيري اي سؤال فقط طرحه قبل ما يبقى معنا بعد قليل لانه هو قال لك هو اوبيرا على البواسير يعني دونك اوبيري بواسير ماشي فيسيور ماشي فيسيول ها نعم خاطرش البواسير سي كو ان فات سي دي فان يعني هما هكذا شي شرايين اسمو اللي فتحت الشرج كيما لي فاليز في المومبران فاليور هادو فورس ا فورس الانسان اللي يكون عنده الامساك يكون كونسيباسيون كي يروح للبيت البيت الخلاء اكرمكم الله يعني يدير ان ايفور امبورتون ويخرجوا هذوك لي فان يلحقوا وقت وين هذوك لي فان يتعمروا بالدم لكن سامحني دكتور ربما المشاهد الكريم ويقول لك انه انت بعد ما جيت العمليه الجراحيه مازال الدم مازال تعاني من سيلان الدم لا انقطعت المكالمه هو هذا السؤال حنا سؤال ذو حد اذا كان بقى الدم دوك لازم نشوفوا لوريجين تاع الدم هذا هو الميساج كي نديروا الفحص الباطني نديروا الكتروسكوبي دابور ولا نشوف اذا كان الدم يجي من البواسير ديك الساعه علاش بوكو يسان سواء تريتمون ميديكال سواء تريتمون شيجيكال ولا لا راهو يجي من ريكتوم باسكو ريكتوم سي لا بروميير بارتي تاع الجهاز تاع الجهاز الهضمي دوك لايف واش علاش اسك ما كاش حاجه اللي مخبيه لذلك حنا كنا نقولوا الناس تريتي تداوي البواسير عن طريق تليفون طبيب اصحاب نا فاميلتنا ولا انسان كان العاده الجزائر الناس تحشم شويه بعض الطابوهات ما يروحش يكزاميني ما من راجل مع راجل لا ناهيك انا راجل يروح يشوف طبيب مرا تروح تشوف طبيب ولا العكس دوك يفو اكزاميني اسكو ما كاش دي تيومور كي سو كاش ديغيغ لوخر وديك الساعه سي حاجه واحده اخرى فيما يخص احنا كنا نتحدثوا على الجانب النفسي للاسف احنا حياتنا اليوميه تغيرت وكانت فيها كبير من الضغط والقلق والتوتر طيب نعرفوا انه القلق ياثر على القوه العصبيه واش تنصح ممكن المشاهدين حتى يتحكموا في قلقهم حتى ينقصوا من التوتر حتى ما تفاقمش الاعراض اكيد قلنا نمط غذائي قلنا تخاتموا ميديكال ما نعرف الاخت تسمح لي نتكلم عليه ولا نروحوا ديريكت مباشره خاطرش احيانا ما نقدروش ما من غمط غذائي مليح وكذا نلحقوا بعض الحالات الانسان لازم يروح للمستشفى يفو كي بران تريتمون بلا هذا الشيء ما يقدرش لازم ادويه عن طريق يفو بار دي ميديكامون دي كوكتيل وكان ميديكامون احنا نمدوهم باش الانسان واما يسهل العمليه تاع الهضم ويزيد وبالتالي باش ياكسيديري ترونزيت اذا كان الانسان عنده امساك ما نقدرش نقولوا غير الدواء الماكله لازم له تريتمون اذا كان العكس انسان عنده الاسهال عنده لا دياري يفو دي ميديكامون ينقصوا شويه لا دياري دونك اسمو مالا ولا غوكو يقدر الى فقدان الوزن الى فقر الدم الى فوالا ولا فقدان الوزن حاجه واحده اخرى كذلك دونك عندنا ادويه معروفه في المجتمع احنا في بابو فاد لا بيبليسيتي الفلوروغليسين مثلا سباسفون معروف عند جميع الجزائريين لو ديبريدا لو ديسباتالا لا ميبيفيرين تو سا ثروازيام لاكس ثيرابوتيك دو بريز ان شارج اللي هو المحور الثالث وكذلك عنده هو انه بعض الاحيان انسان يلجا الى بعض سيغتان مويا اللي يقدروا يهدوا ماهوش غير الدواء يدير سبور مثلا رياضه حاجه مهمه خاطرش الانسان يدير رياضه يكون بيان يدخل الدار يكون ديتوندو يتهدأ الاخر تاعو يروح يشوف مثلا التلفازه ولا يروح يخرج برا ولا انسان يدير مثلا دي سيونس اون فرونس ما يفون دي سيونس دو بسيكوثيرابي جيتيغا تو دي جروب حنا نقولوا على الاقل النوم لساعات كافيه لانه هذا يؤدي الى القلق اذا كان فيه نقص يكون فيه راحه اكثر يلقى يحوس يتروح ما لازمش الانسان يدير باللي في باله عنده مرض خطير سوتو اللي خلاص الحمد لله نحينا كاع المشاكل يدير باللي هذه حاله مرض يعيش بها الانسان على اساس انه الحمد لله ما فقد الوزن ما عنده حتى حاجه غراف تدخل في لا جورني تاعو دونك في الكوتيديان واللي اسمه وبعض الاحيان مالوروزمون
نستعملوا بعض الادويه حتى لي زونتي ديبريسور خفاف هكذا ادي دوسيراتوتيك باش تعاونوا شويه باش فيما يخص الغذاء. احنا نقولوا فقط للمشاهدين اللي يعانيوا من هذا المشكل يدونوا على الاقل يومياتهم ماكولاتهم حتى يعرفوا الاغذيه اللي تكون مضره لهم. نعم. هكذا يتفادوها مستقبلا، يعني حتى يكون في اجنده يوميه يدونوا فيها كل الاغذيه ويلاحظوا الاعراض، لانه في هذه الحاله نشوف انه ايضا المريض هو طبيب لنفسه. نعم. حتى يتابع حالته وايضا يتواصل مع طبيبه الخاص ويكون فيه علاج. نعم. نعم. فقط كان عندي سؤال في بداية النقاش، قلت للزميلة أنه هو مرض مزمن، يعني ما نقدروش نشفوا. قلنا مرض، نعم، إن صح القول. إن صح القول، لكن هل حالات لما يولي حاد هل يتحول إلى ورم؟ ما يقدرش يتحمل، امبوسيبل، باسكو بار اليميناسيون سي ان تروب فونكسيونال، يعني هو مشكل وظيفي. شريطة، ا كونديسيون كو المريض يروح يشوف طبيب، ما يقولش مدماوانات، طبيب وطبيب يشوفه مليح يعني. سرطان الكولون لا علاقة له. لا سرطان يكون اعراض، ما يقدرش يكون عنده سرطان انسان ما عندوش اسهال مثلا، ولا بس خاصة انخفاض في الوزن. في الوزن. لكن اسمو امبورتون، والانخفاض يكون في مدة كمان صغيرة، واحد اللي يفقد الوزن تاعو على أساس أنه يدير شوية سبور وكذا. 2 3 كيلو اون اسباس الوقت قصير الشهور ولا، اما الانسان مثلا يفقد الوزن في مده قصيره يفوت 10 كيلو، الناس تقول لك 2 3 موا 4 موا شويه الدم في فتحه شو اسمه لا ناس انا زانكيات اس مو لا نستعملوا المنظار الداخلي. طيب باش نقدروا في سؤال بعض النصائح للتعايش. نعم في سؤال، يعني السيده مصباح وهي تصر على السؤال تاعها. نعم. تقول انا سيده ابلغ من العمر 50 سنه اعاني من حرقه في الكولون خاصه في منطقه ما فوق السره، وتعاني ايضا من الغازات بشكل دائم وكذلك حرقة في الجسم كله، هل سؤال واجه وجيد؟ لماذا هاي تقول حرقة فوق السرة؟ فوق السرة خاش الإنسان الناس ما تغلطش بين يقول لك عندي الكولون، فوق السرة سي المعدة سي ليستوما. حنا كي نديروا الرسم التخطيطين نقولوا باللي كان لوزوفاج المعدة، ومن بعد باش يجي المعي الدقيق باش يجي المعي الغليظ. دونك الحرق فوق ليستوما فوق السرة سي ليستوما المعدة، لازم لها المنظار الداخلي بار فوا اوت، دونك يفو فيبروسكوبي اوزو غاسترو ديودينال. أما أنه ممكن هذاك الحرقة هذاك، وكان ديجا كي نديروا حنا تيو ما لقى والو في بروسكوب، ما لقاو حتى حاجه، ما عندوش والو، كاين سكون ابيل ديسبيبسي نون سيروز، الناس اللي عندهم انتفاخ في البطن يمكن هو ياثر طريقه العظم ياثر مام سكوندارمو على ليستوما، تسمى مام كي دير فيبروسكوب ما تلقى والو، هو الانتفاخ هذاك اللي يضغط على ليستوما والاعراض يكونوا كانما الاعراض تاع المعده، اور هي ماشي الاعراض تاع الاعده. نعم. لكن لابد انه تقوم بالتنظير الداخلي. لازم التنظير الداخلي باش نيليميني دو فاسون فورمال. نعم. في سؤال اخر، شخص يقول اعاني كثيرا من الانتفاخ والغازات خاصه في الليل، وعندي الغثيان، يعني عنده حشك حبيت قيه في الصباح. نعم. لكن ليس لدي الام في البطن، هل هذا عنده علاقه بالكولون العصبي؟ ممكن جدا، لازم الانسان ما يقدرش خاطرش لازم يكزاميني. هباك حنايا المشكل تاعنا ان الناس تريتي مالوريزمون كان بعض من اصدقاء ولا بار غاشي ولا ما يكزامينيش، يفوتوا جو ليكزاميني دار، ما نحتاجوش حتى ليكوغرافي باش نعرفوا بلي الانسان عنده الغازات. يسوفي ديكزاميني دانتيروجي، وحتى في الكتابات يقول لك سون دي سي اون سي ان سيندروم، هو عرض اللي يروح كي يخرجوا لي غاز تاعو يقول لك نرتاح، حنا نعرفوا بلي سي الكولون سي الكولون. دونك هذا ممكن، نعم ماشي شرط يكونوا في الاعراض في ثلاثه باش نقولوا عنده سيندروم دي، يقدر يكون بصح يجوز ولازم يشوف الطبيب. كاين حاجه برك الناس تنساها، لا ماستيكاسيون المضغو، حاله الناس تنسى باللي الناس سوتو لي سيجي دي سيغتان اج اللي ما عندهمش مساكن دروس لي مولار، هما لا ماستيكاسيون سانتون امبورتون دو ليكزام، الناس اللي ما تمضغش وتاكل رابيدمون ما تخليش لو بول اليمونتير يجوز ليستوما، وبالتالي ما يكونش الهضم تاعو ما يكونش مليح ويلحق ليستوما يكون نفخ. غالبا الناس يقول لك ياكلوا رابيدمون بخفه ويتنفخ الكولون تاعهم ويمد لهذوك الاعراض هذه. طيب ناخذ اتصال اخر. دكتور صباح الخير، محمد من بشار. صباح الخير، اهلا بك سيدي، تفضل اذا عندك اي سؤال. نعم. فيما يخص الكولون، اذا كاين بعض الاحيان الانسان لما حشك يمشي للحاج يلقى سوائل سائل، كما حشك السائل اللي يخرج من الانف، سائل يخرج من الفتحه الشرجيه، هذا السائل هذا نتيجه مرض نتيجه امور اخرى، هذه وحده. ثانيا، هل الكولون هذا اثر على وجع الراس ولا لا؟ وشكرا. محمد ممكن تعاود لنا السؤال من فضلك؟ السؤال تاع الانف هذه ما فهمتش انا، السائل بالانف. ما هو السائل الانف لما الانسان كي يمشي حاشاك للقرحان. نعم. باش يفرغ الزوائد تاعه، كاين سائل يخرج، سائل من الانف. سائل ثلج.
باسكو ابريوري ما يقدرش يكون سائل من انف، يعني ما نقولكش ما كاينش علاقه، كان سائل من انف سائل من فتحه لك سائل، انا سائل لا كولور تاعو كيفاش اللون تاع السائل هذا، في ما هو الدم لا والو، في كيما حاشك الخيون الحاله يدخل والله. اذا فهمت يقول لنا باش نقدر نجاوب. شكرا. نعم شكرا. دوك ستسمع الاجابه، هو يقول انه في عندما يذهب لبيت الخلاء نعم الله نعم السائل يكون عنده سائل لازج مثل سائل الانف، يقول مثل سائل الانف، هل هذا له علاقه بالكولون؟ الكولون قلنا بلي سان دياغنوستي دي ناسون، يفو تافوار اليميني لي مالادي انفلاماتوار دو لانتيستان، كان بعض الالتهابات تاع الامعاء. يقدر يكون لا دولور، يقدر يكون اسهال، يكون سائل سو فورم دو دياري. السائل هذا يفو دابور فار باراسوتوجو دي سال، يفو فار نظن بلي الا كان سائل ما عندوش خاطش كاين لي فيستول انال جوستومون، هذو لي فيستول اللي عندهم ثقبه في قدام تحت الشرج يقدر يخرج سائل من تم. هذوك سي لي فيستول، سي بور سا اللي لازم نديرو اون ريكتوسكوبي باش نشوفوا اسكو كاين كومونيكاسيون اونتر هاد لا فيستول اي لو ريكتوم. طيب دكتور فيما يخص حتى ثقل الوجبات وعددها اليومية، هل عندها تأثير على القولون؟ احنا نعم الإنسان يكون عنده وجبات منتظمة، احنا عندنا تقاليد تاعنا نشربوا قهوة، سي فريك احنا عندنا بروبليم تروح في مجتمعات، احنا نسافروا بزاف في المؤتمر الطبي، احنا عندنا مش احنا تكون وين تكون ممكن تدخل على السبعة لازم تشرب قهوة تاعك صح، والقهوة موراها تمتم تشرب تاكل العشاء، من الأفضل يكون انتظام في الوجبات. احنا سي لي غرينيوطاج هذاك اللي بغض النظر على الوزن دونك قهوه تاع الصباح تي دي جوني، الفطور يكون خفيف ولا يكون على الاقل مليح، الفطور يكون مليح كونسيستون بصح في العشاء يكون فطور خفيف. الانسان يلحق مثلا على 6 7 الدار افضل يتفادى لو غوتي دو سوار باش ياكل، وكي ياكل المفروض ما يكونش بعيد بزاف، تاكل على 10 وتقعد على 10 وربع ولا على 10 ونص، من الافضل جوستومون هذاك التراكم تاع الاكل هذاك، خاطرش كاين ان طون ربي سبحانه خلق الدنيا هكذا، كاين ان طون دو ديجيستيون اللي يخلي 8 سوايع باش لو بول اليمونتير يلحق لتحتها ويهضم. إذا كان انت فيك اللي تاكل على 10 وعلى 10 وربع تروح تشوف تلفزيون تاكل على 10 ونص بطبيعه الحال. شكرا لك دكتور على معلوماتك واجوبتك الاجوبه القيمه، شكرا للمشاهدين على اتصالاتكم وتفاعلكم، الان وقتنا خلاص، اليكم الكلمه. شكرا حياه. نعتذر على كل مشاهدين ما قدرناش نجاوبوا على الاسئله تاعهم، سنجاوبوا عليها لاحقا، اما الان الساعه تشير الى 10 تماما ونشره مفصله مع ريما رازم بعد هذا الفاصل. والمستهلك الجزائري سيكون أول من يعلم مع رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور مصطفى الزبدي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير للمشاهدين الكرام. يوم الحديث سيكون حول الوسم على المنتجات التجارية في الجزائر، ربما في البداية نعرف المشاهدين وشنو هو الوسم على المنتجات. بطبيعة الحال الموضوع عنده أهمية كبيرة يعني، وأريد التركيز عليه لما لدينا من حالات صعبة يعني وحالات مستعصية وحالات يعني يتساءل عليها كثير المستهلكون. لازم نعرفوا أنه نقارنوا، نديروا مقارنة صغيرة حتى نبسطوا الأمور. مثلا أي شخص عنده بطاقة هوية، يعني من الاستحالة بمكان نلقاو شخص في الشارع يمشي وما عندوش بطاقة هوية، ما عندوش كارديد دونديتي. أول حاجة إذا شخص يمشي في الشارع وما عندوش بطاقة هوية لازم نقبضوا عليه، وهذا ولازم له تحقيق ويروح إلى المصالح الأمنية لأنه ما عندوش هوية، مجهول الهوية صح. هذا ما يحدث غالبا. نفس الشيء بالنسبة للمنتوجات. نعم نقبضوا عليهم. هذه هي الكلمة الجيدة، لأنه إذا كان منتوج ما عندوش هوية والهوية هذه عندها مواصفات، وك مثلا يحكموا محمد مثلا في الشارع، إذا عنده بطاقة كتبها بيده فقط ودير فيها معلومات يعني خاطئة أو ما راهيش وفق ما ينص عليه القانون، لأنه بطاقة الهوية بطاقة موحدة ليك انت لي انا، اللون تاعها، الكتابات، المواصفات. بطاقة خضراء يعني جريدة، الله بارك يبارك. بارك الله فيك، صح. دوك راح تولي بيومترية. ما شاء الله. ما شاء الله. الإشكال أنه كل شخص عنده بطاقة هوية، وكل شخص ما عندوش بطاقة هوية فهو مجهول، وبالتالي يشكل خطر. هنالك بعض الاستثناءات
اللي يقدر ما يكونش عنده بطاقة هوية، نفس الشيء بالنسبة للمنتوجات نذكروها في الإنسان الأجنبي أو يدور في الجزائر، ما نقدرش نقول له أنت أعطيني بطاقة هوية. بصح عنده الباسبور تاعو اللي كيفاش دخل للجزائر؟ حيت بارك الله، والباسبور تاعو واش فيه؟ خاتم تاع الدولة الجزائرية. فيزا. قضي العمر. يعني هنا المقاربة راح تكون جيدة. نفس الشيء بالنسبة لبطاقة الهوية تاع أي شخص، هنالك بعض الأمور ما نقدرش نلقى أنت بطاقة هوية مكتوبة بالفرنسية أو مكتوبة بالإنجليزية أو مكتوبة باليابانية، مستحيل. إذن هنالك بعض الشروط التي لابد أن تكون في بطاقة الهوية تاع المنتوج. من بين هذه الشروط أن هنالك مواصفات لابد أن تكون مثل الإنسان، لابد أن يكون تاريخ الميلاد تاعو، وهذا أيضا لازم نلقاوها في بطاقة الهوية تاع المنتوجات اللي لازم تكون نهاية الصلاحية والمنتوج وقتها خرج. لازم يكون السكن تاعو، من الاستحالة نلقاو بطاقة هوية تاع شخص ما فيش سكن. نفس الشيء بالنسبة للمنتوجات، لازم نلقاو هذا المنتوج المنشأ تاعو. نلقاو بعض المواصفات مثلا البسيطة، قال شعر أسود، العين أسود، نفس الشيء بالنسبة للمنتوج. إذا هنالك بعض المواصفات على الجميع أن يعلمها، وإذا لقوا هذه المواصفات في المنتوج أو ما يسمى بالوسم المنتوج غير مطابقة لما هو معمول به في التشريعات الجزائرية، فهو منتوج مشبوه فيه. هذه الحكمة، الحكمة أنه حبينا نعرف الوسم، نعرف خصائص الوسم. إذا كانت هذه الخصائص ناقصة فإن هذا المنتوج، خاصة إذا ما كان غذائي، حذاري منه، غير قابل للاستهلاك، لابد من إلقاء القبض عليه، يعني لابد من إخراجه من السوق الجزائري. طيب، نتحدث عن السوق الجزائرية اليوم كرئيس جمعية حماية المستهلك، هل كل المنتوجات الجزائرية مطابقة لما تتحدث عنه وعندها بطاقة هوية؟ صحيح. أولا لازم نعرفوا عن المواصفات التي لابد أن تكون، لأن هنالك بعض المنتوجات ما عندهاش بطاقة هوية كثيرا مثلا في رمضان الشربات في الطريق ما عندهاش بطاقة هوية. كان نقطة حساسة شوية، مثلا لما نهضروا على المطلوع، نهضروا على الفيول، ما فيهاش بطاقة هوية، إذن فهي منتوجات خطيرة. ولكن نحن بما أنه هنالك كثير من العائلات تسترزق منها وما كانش هنالك مصانع يعني تقليدية لهذا الأمر، نحن طلبنا في وقت من الأوقات أنه مثلا هذا الناس، هذه العائلات اللي تخدم في البيت، تكون عندها تصريح من البلدية تحت رقابة، ويديروا مثلا يديروا بطاقة قال فيول مانيش عارف لالا خديجة، ولا تسكن في بيرتوتا مثلا، يعني حتى لا نضر بهؤلاء. إذا كاين منتوجات ما فيهاش الوسم، وكاين أيضا منتوجات اللي فيها الوسم ولكنها غير مطابق. ما هي مطابقة الوسم؟ أستاذ مصطفى زبدي، كثيرا أيضا ما تباع ملابس للأطفال من ماكينات خياطة، من عائلات تخيط في البيوت، وهذا ربما المواد تكون حساسة، القماش يكون حساس ويدير الحساسية، وكثيرا ما تنجر عليه أمراض. بارك الله فيك. يعني لازم نعرفوا أنه هذا الوسم لازم يكون في المنتوجات الغذائية، المنتوجات الصناعية اللي راه تهضري عليها، وأيضا في الخدمات. ولكن المنتوجات الغذائية عندها خصوصية لأنها غذائية مهما كانت، وهنالك ما يقارب واحد 15 كما يقول لك ارتيكل، 15 حاجة مادة لازم تكون مذكورة في هذا الوسم. أولا لازم تكون التسمية تاعو، تسمية البيع للمادة الغذائية، قهوة، سكر، بسكويت إلى غير ذلك. ولازم تكون تسمية صحيحة، لأنه مثلا لما نقولوا حليب، على بالك الحليب عنده شروط تاعو. الحليب هو كل ما هو قادم من دي ماميفير. لما نقولوا قهوه عندها الشروط تاعها، اذا التسميه. ثاني حاجه قائمه المكونات، هذه لازم تكون في الوسم، اذا ما كانتش فهو وسم غير قانوني وبالتالي منتوج مشبوه. كاين الكميه الصافيه، قال 900 غرام، قال كيلو، قال لتر، قال نصف لتر. التاريخ الادنى للصلاحيه، وهذا امر مهم لانه كثير من الناس يقعوا في هذا الخطا. حاجه الشرط الخامس، الشرط خاص بالحفظ، لازم يكتبوا اذا مثلا ماده لابد ان توضع في الثلاجه، قال يوضع في درجه حراره اقل من 5 درجات. الاسم او التسميه التجاريه والعلامه المسجله،
ايضا بلد المنشا او بلد نعم. المصدر اذا كانت الماده مستورده. نعم. عفوا على المقاطعه، لكن نذكر ربما بخبر وردنا للتو من غرفه التحكم، وهو انتهاء الهجوم على فندق سبلونديد في واغادوغو، وقتل 3 مسلحين وتم تحرير 126 رهينه. هؤلاء المسلحون منهم افريقيان وعربي، ربما هو اخر خبر فيما يتعلق بعمليه الهجوم على هذا الفندق. فندق سبلونديد للاشاره، فان عمليه تحرير الرهائن اشرفت عليها القوات البوركينابيه مدعومه بالقوات الخاصه الفرنسيه حسب ما اعلن عنه وزير الدفاع البوركينابي. اذا هذه العمليه التي انتهت، وتم اجلاء 63 شخصا من بينهم 33 جريح. للاشاره فان ما يعرف بتنظيم القاعده في المغرب الاسلامي او المرابطون قام بتبني هذا الهجوم. المزيد في تفاصيل نشرتنا اللاحقه. عودة إلى ضيفنا الأستاذ مصطفى. الله العافية. العافية يعني فواغادوغو بعيد علينا. نسأل الله العافية. يعني بالعودة الحديث عن الوسم التجاري، أنت كنت تحدثت على بعض المواد، لكن ربما بعض المشاهدين يتسألوا مثلا الخباز، يعني اللي يبيع كل يوم كميات معتبرة من الخبز، ما راهوش مجبر أنه يحط على كل خبزة باللي هو تاريخ صلاحية تحول، يعني كاين منتوجات ما نقدروش. طبيعة الحال، وهذا ما ذكرته أنه هنالك استثناءات، ما راهيش كل المواد. مثلا الخبز، الخبز حاجة كل، ولا باتيسري مثلا الحاجة اللي الاستهلاك تاعها يكون أقل من 24 ساعة ما نقدرش نديروا عليها جميع المواصفات، وخاصة أنه هذا الخبز راه من المصنع يعني إلى المستهلك مباشرة. مثلا نقول الخضر والفواكه، كان ما نقدرش نديروا كل المعلومات، انت تروح تشري كل البطاطا تلقى كل المعلومات موجوده في 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 الصندوق هذاك. هنالك بعض الاستثناءات التي يمكن التغاضي عنها، ولكن عامه ما نقوم به من اقتناء للمواد لابد ان يحمل مواصفات معينه. حبسنا في بلد المنشا، لابد لكل منتوج شريته ما لقاش، خاصه غذائي ما لقاش فيه بلد المنشا، فهو غير قابل للاستهلاك ولا بد من التبليغ عنه. ايضا بعض المواصفات. فقط نسالك هنا استاذ مصطفى زدي، احيانا العديد من المنتجات يعني يكونوا جايين من الخارج، يعني يشيرك الى بلد المنشا، لكن مثلا اذا كان المنتوج جاي من السويد ولا جاي من الصين ولا جاي من بريطانيا، ولا تكون يعني بلغه صينيه ولا لغه انجليزيه، ولا ربما المواطن البسيط يعني مراه كبيره ولا شيخ كبير ولا طفل صغير يروح يشري ما يعرفش يقرا، يعني بعض المستوردين ما يقوموش بترجمه الاخر عن طريق الملصق، يعني اللي يلصقوها التيكي هذاك اللي يلصقوه. راك رجعت لي للنقطة الأولى، كي قلت لك أنت بطاقة التعريف الوطنية تاعك باه مخدومة. ما تقدرش تكون بالإنجليزية أو بالفرنسية. بالعربية. نعم. لازم نعرفوا أنه كل منتوج ممكن أن يحتمل لغة أخرى، ديليا إنجليزية، واش حبيت، أي لغة صينية، ولكن كل منتوج لا يحتوي إلزاما اللغة العربية فهو منتوج غير مطابق لمواصفات المعمول بها في الجزائر. إذا رحت أي سوق وشريت مادة وبحثت مكتوبة بكل لغات بدون اللغة العربية، فاعلم أن هذا المنتوج دخل ويتم تسويقه بطريقة غير قانونية، وبالتالي الإشكال وين راه؟ خلع الكعبة يعني. خلع الكعبة ولا تخلع الحدود، أو وبالتالي فإنه يشكل خطر محتمل على المستهلك. علاه رانا نركزوا على الوسم؟ لانه وللاسف الشديد كثير من الناس كلاو منتوجات فاسده لانهم ما شافوش الوسم. كثير من الناس كلاو امور محرمه، يعني شحوم الخنازير وغير ما شافوش الوسم، وبالتالي هنالك بعض الامور التي لابد ان تكون في المنتوج. اذا ما كانتش، فاعلم ان المنتوج الذي سوف تستهلكه منتوج غير امن، وبالتالي الوسم علامه من علامات الامن. إذا أنت تقول لي منتوج مكتوب بكل اللغات واحد ما عرفش يقراه، بمجرد أنه ما عرفش يقراه لأنه ما فيهش اللغة العربية أساسا، ممكن دير لغة ثانية، فاعلم أن هذا المنتوج غير مطابق، وهو ولا بد من القبض عليه وإخراجه من السلسلة التجارية. نكمل النقاط التي لابد أن تكون في المنتوج الغذائي. قلنا بلد المنشأ، حصة، حصة، لأنه كل منتوج غذائي حصة بزيادة عن تاريخ الصلاحية ولا تاريخ الإنتاج رقم الحصة. أيضا المكونات، لابد أن تكون فيه المكونات، لابد أن يكون هنالك مصطلح حلال للمنتوجات المعنية، اللحوم ومشتقاتها. إذا ما كانش هذا مستوردة بصح حتى محلية الصنع،
لابد ان يكون هنالك. صحيح الجزائريين ياكلون لا بد ان علاه؟ لانه كاين كثير من المنتوجات الجزائريه اللي المواد تاعها مواد مستورده. لكن الا اللحوم، لما نتحدثوا على اللحوم. لا لا، قلت لك اللحوم ومشتقاتها، يعني مشتقاتها والكاشي مثلا، ماهوش غير هذا، مثلا بعض الحلويات ولا بعض البسكويتات اللي يدخلوا فيها مثلا الجيلاتين او غير ذلك، هي ليست مواد يعني محليه الصنع، وبالتالي لرفع كل لبس لابد ان يكون هنالك وسم حلال بالنسبه لهذه المنتوجات. اذا هذه هي اهم النقاط، ولكن اركز على تاريخ صلاحيه، على لزوم أن تكون هذه المواصفات باللغة العربية أولا ولغة ثانية. نركز أيضا على بلد المنشأ، لابد أن يكون هنالك بلد المنشأ، وأيضا عنوان المصنع أو عنوان المستورد، لأنه نعطي بعض الأمثلة حتى يكون المشاهد في الصورة، أنه مثلا في وقت من الأوقات لقينا مشروب في الجزائر منذ 3 سنوات، وتم سحبه يعني بالشراكة مع وزارة التجارة. هذا المشروب ما فيهش مصنع تاعه، ولما حللناه لقينا أنه فيه نسبة الحموضة مرتفعة، يعني اللي يشرب قرعة ولا زوج يحكموا له يسار، هذا أكيد. لقينا فيه بعض المحليات الاصطناعية إلى غير ذلك، ولكن ما أثار انتباهنا أو ما أثار انتباه أحد المستهلكين الفاطنين أنه ما فيش عنوان، وبالتالي كي نلقاو منتوج ما فيش العنوان هذا مخالف للقوانين، وبالتالي هذا المصنع عنده حاجة ويخبي فيها، يعني إما غير معتمد إما ما عندوش. الله، لازم نعرفوا أنه لازم نعرفوا أنه هنالك ماهوش فقط التجارة الفوضوية، هنالك أيضا الصناعة الفوضوية، ولا بد كل منتوج يكون في السوق محلي أو مستورد تكون فيه جميع المعلومات حتى نستطيع الرجوع إلى المصنع أو المستورد لتصحيح الخطأ. وبالتالي عدم وجود يعني المصنع العنوان تاعه، هذه من أهم الأمور التي يمكن أن نسحب بها المنتوج. حاجة واحدة أخرى، عدم وجود تاريخ صلاحية. كثير من المنتوجات اللي لقيناها وللاسف الشديد ما فيهاش تاريخ صلاحيه، هذا امر غريب، امر عجيب، وبالتالي يتم سحب ذلك المنتوج من يعني الاسواق الجزائريه لما يشكله من خطر. نعم، على ذكر تاريخ الصلاحيه استاذ مصطفى الزبدي، احنا احيانا لما تشوف المنتوج تروح تحوس على تاريخ الصلاحيه، يعني ما يكتبهولكش، ثم يقول لك انظر فوق العلبه وتحت العلبه وفوق الغلاف وتحت الغلاف، يعني ربما اسم المنتوج يكون قدامه تاريخ الصلاحيه. من المفروض يعني هذا الامر مضحك يعني صراحه، ان الواحد كي يحوس على تقنيه الصلاحيه ويقول لك انظر خلف العلبه وتحت العلبه، كي تلقاه الاشكال كي تلقاه، لانه احيانا حتى تاريخ الصلاحيه يحطوا لك في الكرتون، مثلا كرتونه فيها 24 علبه تاع عصير، يحط لك تاريخ الانتاج في الكرتون الخارجي وداخل، يعني هذا امر يعني فتحت لي مجال باش نزيد نعطيك نقطه واحده اخرى، هذا خطا. لازم يكون تاريخ صلاحيه المنتوج ظاهر وبدون لبس، وأيضا المواصفات هذه اللي ذكرتها لابد أن لا تكون فيها خدش، وأن لا تكون يعني ممحية وغير قابلة للمحي، باش تفهموا مليح، إما كانت عن طريق اللصق، ولا عن طريق خياطة، ولا عن طريق امبريسيون طباعة، ولكن تكون غير يعني قابلة للمحو. طيب، نعم أستاذ زبدي، تحدثت على أنه هذه البطاقة الهوية بالنسبة للمنتوج لازم تكون فيها كل المواد، يعني اسمها، نهاية صلاحيتها وكل العناوين، لكن في الجزائر ألا تلاحظ أنه هناك في الأسواق الجزائرية غير موجود هذه الاعتبارات، بغض النظر عن المواد الغذائية اللي تحدثنا عليها، حتى فيما يخص مواد مصنعة مش موجودة يعني هذه الاعتبارات، وأحيانا موجودة وخاطئة، وبالتالي يعني لما يتصلوا بالرقم يكتبوا تتصل بالرقم ولا واحد يرد عليك، ولا ما يمشيش اصلا، ولا الرقم اخضر يعني. وبالتالي هنا مسؤوليه المستهلك، يعني نتوجه الى المستهلك، كاين الاجهزه الرقابيه اللي عندها الخدمه تاعها، ونحن يعني صراحه وين يكون منتوج نتصلوا بهم لانه غير مطابق يتم سحبه. ايضا المسؤوليه تاع التاجر الذي لابد عليه ان على الاقل ان يراقب المنتوجات تاعو، وايضا هنالك مسؤوليه المستهلك الذي عليه أن يبلغ بمثل هذه المنتوجات. يعني المستهلك يشوف مثل هذه الأمور، لأنه لازم نعرفوا أن المنتوجات الغذائية والصناعية راهي بالألاف، ورانا في سوق حر،
يعني انت قبل قليل تحدثت على ثقافه، هذه الثقافه قلت غير موجوده لدى الجزائريين وهي غائبه، لكن لما تكون المستهلك في كل مره يلقى منتوج يعيط واحد ما يرد عليه ولا يفقد الامل ويولي ما يشوفش اصلا. لا لحد الساعه والحمد لله كل ما تم شكاوى عندنا وتم سحب المنتوجات نفهموا مليح، وتم توقيف سلسله انتاج لعديد من المصانع لانها غير مطابقه، تفهموا مليح يعني ردات الفعل كاينه، ولكن لابد على المستهلك انه ينحي ذلك التفكير تاع اختراسي. يعني هو اكتشف حاضر معها يتحمل مسؤوليه يعني. لابد من تحمل، لان لو انت اخطاتك ممكن انها تقع في راس جارك ولا في راس خوك ولا حتى في راس وليدك. اسالني سؤال مهم محمد، قال لك نشوفوا منتوج، قال لك من الفوق ولا من تحت؟ لازم نعرفوا انه كل هذه المواصفات لابد ان تكون في العلبة الأساسية الكبيرة، يعني لومبالاج الكبير إلزاما، لأنه هنالك بعض المنتوجات صغيرة المساحة تاعها صغيرة ولا يمكن كتب كل هذه المعلومات. هنا القانون واش يقول لك؟ يقول لك كي تكون مساحة أقل من 20 سنتيمتر مربع، 20 سنتيمتر مربع باش نفهموا، مثلا هاي ورقة نقسمها، هذيك مساحة تاع 20 سنتيمتر مربع يعني 5 على 4. كي تكون مساحة المنتوج اسباطا زلاميط يعني اسباطا زلاميط فوالا نقولوا ولا شوية كبيرة عليها، إذا كانت هذه المساحة موجودة في منتوج ما نقدروش نديروا كل المعلومات فيها، ولكن المنشأ تاريخ نهاية الصلاحية لازم تكون فيها، ولازم تكون في العلبة الكبيرة كل هذه المعلومات، لأنه لازم نعرفوا انه المراسيم هذه خذت بعين الاعتبار مثل هذه الامور. يعني تقول لك باطه صغيره، وانا واش راح نكتب لك انا؟ معليش تكتب لي ما هو ضروري والبقيه لابد ان تكتبها في العلبه الكبيره. وهنا اهميه انه الانسان لما يشتري منتوجات هكذا صغيره لابد ان ينظر دائما الى العلبه الكبيره، ولابد على التاجر ان يضع العلبه الكبيره لومبالاج الكبير ليكون فيه جميع المواصفات. نعطيك نقطه، اكتشفنا منذ يومين وسوف نعلن عنه ان شاء الله هذه الامسيه او غدا منتوج. لا معليش يكون في شروق مورنينغ ويكند سكوب. سكوب يكون سكوب لينا. يلا استاذ يكون سكوب لينا. اكتشفنا ان باند بوش. ان باند بوش يعني غسيل فم. بكميه كبيره جدا في السوق الجزائري، علامه اجنبيه، ولكن تاريخ نهايه الصلاحيه في 2012. هذا الامر، هذه الكتابه مكتوبه في العلبه الكبيره، لانه العلب الاخرى اللي باند بوش صغار وما فيهمش تاريخ نهايه الصلاحيه، وبالتالي الرسم يعني الصوره تاع لو باند بوش هذا سوف نضعه على صفحتنا ان شاء الله. هذا هو جزائري الصنع ولا لا؟ هو أجنبي. مستورد، هو مستورد، وتاريخ نهايه الصلاحيه 2012 ورانا في 2016. يعني اربع سنين حبيتوا يقتلوا الناس هذوما ولا كيفاش؟ عجيب والله، غير امر عجيب. يعني شفتوا من خلال شكوى ولا من خلال شكوى بالطبع، لانه الشاكي تفطن انه في العلبه الكبيره في لومبالاج موجود تاريخ نهايه الصلاحيه في 2012، بينما لما ياخذ بالوحده الواحده يقول لك مثلا فيه كل منشا الى غير ذلك من الامور، ولكن ما فيش تاريخ نهايه الصلاحيه اللي راه موجود في التغليف الكبير. هذا امر خطير، خاصه اذا تعلق الامر يعني بماء تاع باند بوش تاع غسل الفم، وهذا امر عجيب. يعني هذا الانسان اللي راهو يبيع في مواد كيما هذه، ولحقتنا حتى صور انها بكميات هائله، ولكن ان شاء الله مع وزاره التجاره التي سوف نبلغها بالامر سوف يتم سحب هذا المنتوج يعني في اقرب الاوقات. وبالتالي اهميه الوسم اهميه يعني هذه المواصفات من اجل التفرقه بين المنتوج القابل للاستهلاك والمنتوج الغير قابل للاستهلاك. نعم دكتور، ايضا شاهدوا انه في الاونه الاخيره الاشهر الاخيره ظهرت موضه هي بيع العصائر في المقاهي وفي المحلات، لكن المشكل انه احيانا العصير يتحضر البارح وتسقسيه لا تاع اليوم ولا لا يعني ما يجاوبكش. هل لكن في بعض المحلات اللي تحط يعني وقتاش تم تحضير هذا العصير، هل القانون يجبر انه لازم ما في هذه المنتجات اللي تدوم لنهار ويومين لازم يحطوا له الوسم؟ يعني تقول انت راك مراجع معايا صح؟ لانه هنالك بعض الاستثناءات، وهاته من بعض الاستثناءات، انه مثلا محلات البيع الحر وخدمات الاطعام وشركات النقل الدولي للمسافرين ما يطبقش عليه هذا المرسوم.
انه مثلا دار لك عصير محلي ولا طيب لك ما يقدرش يقول لك تاريخ نهايه الصلاحيه مثلا بعد يوم ولا او يومين، ولكن الاجهزه الرقابيه اللي هي مخوله باش تدخل وتشوف خصائص ذلك المنتوج المحظر هي التي يمكنها ان تتدخل. انت عندك الحق انك تسال، من حقك قال اسكو تاع اليوم ولا تاع البارح ممكن انه احتفظ به في الثلاجه، وهو ملزم باجابتك لانه انت تقتني حسب قناعتك وحسب احتياجاتك طبعا يعني. وبالتالي اذا كذب هنالك اجهزه رقابيه، اذا انت شفت انه كذب ممكن انك تبلغ الاجهزه الرقابيه اولا مكاتب الوقايه على مستوى البلديات او مصالح قمع الغش التي تتدخل، ولكن هنا استثناء ما يقدرش هو حصر ويكتب لك تاريخ نهايه الصلاحيه. لا شيء على الاقل تاريخ يعني التحضير تاع ما يقدرش، لا هنا استثناء ما يقدرش يقول، لانه من المفروض انه تحضير هذه الماده لازم يكون في حينها او على الاقل يعني اكثر تقدير في يومه. نفس الشيء يدير لك ساندويتش مثلا كرانطيطا او دار لك كرانطيطا تقول له انت وقتها حضرتها كرانطيطا معروفه يعني وقتاش تواسي، لكن فيه لا لا يقدر يجمدها عاود يخرجها لك عاد. يلا ذاكر الان صحه المستهلك، ذاكر المستهلك. كاين بعض الامور مهمه جدا لابد يعني ان نشير اليها، هو انه مثلا المواد التي فيها مياه. مثلا احنا قلنا باللي ملزم كل منتوج يكتب الوزن تاعو، هذا امر سهل، لما اشتري بقول جاف نشتري لوبيا في الكيس يكتب لي كيلو، ولكن لما اشتري مثلا طونه بالزيت طون بالزيت، لما اشتري فاكهه الاناناس اللي فيها ماء يا هل ترى واش راح يكتب لي؟ هنا مغالطه ويقع فيها المستهلك وللاسف الشديد مغالطة كبيرة، لأنه المراسيم التنفيذية تلزم المصنع أو المستورد أنه يكتب الكمية المقطرة والكمية الإجمالية، بمعنى أنه إذا شريت طن الطونة ونلقى مثلا الوزن الصافي مثلا 200 غرام والوزن الكامل يعني المقطر مقطر صافي 200 غرام والوزن الكامل 300 غرام، هنا عندي مقياس حتى أقارن بين طونة فيها 400 غرام وزن كامل والوزن المقطر 200 غرام، ولكن الناس تذهب إلى المخادعة. نعاود نعطي المثال، عندي طونة فيها 400 غرام ولكن الوزن المقطر الصافي تاع اللحم تاع الطون 200، وعندي واحدة أخرى علبة واحدة أخرى فيها 300 غرام ولكن الوزن الصافي 200، هذه بالاكيد ان الحجم تاعها كبير وهذه بالاكيد انه حجمها صغير. ممكن اننا نجد فرق في الاضافه في المال، ولكن المستهلك واش يحوز؟ يحوز على الكميه المقطره، ان هذاك الزيت كان اللي ما يستعملوهش يرموه صح. وبالتالي لابد على المنتوجات اللي فيها ماء فيها سوائل انه يكون مكتوب فيها الوزن المقطر والوزن الكامل، وعلى المستهلك أن يأخذ بعين الاعتبار الوزن المقطر ما يخصش الوزن الكامل طيب. لأن الوزن الكامل مياه وسوائل طيب ربما والمياه هذاك الزيت ما نقدرش ما نقدر نخدمه به لا فينيغرات يا جاهده لانه تجيب لينا به مذاكر حتى الطبخه حتى الطبخ طيب استاذ زبدي ربما قبل ختام البرنامج ماذا يمكن ان تطلب من المستهلك الجزائري فيما يخص الوسم ان يقرا الوسم جيدا؟ هي كل منتوج جديد سوف يقوم المستهلك باقتنائه وباستهلاكه، من الأحسن للمرة الأولى أن يقرأ جميع المكونات وأن يقرأ جميع خصائص ذلك المنتوج من بلد منشأ من مصنع إلى غير ذلك، يعني كيكون أول مرة. ثاني مرة لما تعود وعرف ذلك المنتوج وجربه لابد عليه أن يطالع دائما تاريخ نهاية الصلاحية، لأنه وللأسف الشديد هنالك منتوجات تكون فاسدة دون أن يتفطن لها المستهلك والتاجر عفوا وتكون معروضة للبيع. هنالك أيضا ثقافة التبليغ، لأنه وللأسف الشديد هنالك بعض المنتوجات التي تدخل بطرق ملتوية وممكن أن تشكل خطر على صحة المستهلك أو على مصالحه المادية وأيضا المعنوية، والمستهلك هو كما يقول لك ذلك جهاز الإنذار الذي يحمي به نفسه عائلته والمجتمع.
إذا شاف بعض المكونات التي غير مطابقة مثل ما ذكرنا عامة عليه التبليغ بالأجهزة الرقابية أو أيضا جمعيات حماية المستهلك حتى يتم إلقاء القبض أو بالأحرى يعني سحب هذا المنتوج لأنه غير مطابق. في الأخير فقط أستاذ زبدي فيه مشاهدي يقول لماذا لا يتم التنسيق بينكم وبين وزارة التجارة حتى يكون فيها رقم أخضر؟ هذا يسهل على كل المستهلكين الجزائريين أنهم يبلغوا على المخالفات. يعني هذا الأمر يعني أخذ في الحسبان وعندنا رقم أخضر ولكن ليس شغالا بعد. نحن في اتصالات مع المتعاملي الهاتف النقال ان شاء الله لانه لازم نعرفوا في الوقت الاخير شويه كانت هنالك مع تغيير العتبات وكذا الاجواء راهي شويه مشحونه يعني بيننا وبين المتعاملين وبالتالي ماهوش وقت مناسب اننا نطرح ولكن ليطمئن المستهلك ان الرقم الاخضر راهو موجود وسوف يكون شغال ان شاء الله في الاسابيع القليله القادمه ان شاء الله. نشكرك كثير سيد مصطفى زبدي رئيس جمعيه حمايه المستهلك كنت معنا الحديث حول الوسم وتقديم نصائح للمستهلكين. اما انتم مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا العدد من برنامج الشروق مورنينغ ويكند لنهار اليوم السبت 16 جونفي 2016 مواضيع متنوعه كانت معنا.